بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. ويابى الاهلي ان ينتهي الدور الاول دون ان يستقر في مكانه الطبيعي بادائه الطبيعي. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابه. بالفعل زي ما اشار المهندس عدلي، يابى الاهلي الا ان يطوي صفحه الشتاء وهو بطل، وهو يتصدر المسابقة، ليبقى الوضع الطبيعي لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في قمته حمراء. نتمنى، يعني الأهلي ابتدى الموسم نص ونص، عالي قوي 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 قوي، وفجأة من شهر نوفمبر عقب الانتخابات مباشرة حصل دروب، ثلاث ماتشات في الأداء، ولكن سرعان ما استعاد الأهلي، لأن احنا جينا قلنا في خمس ماتشات لو كسبهم الأهلي لجمع الحسنيين وجميع الحسنات. يعني كان ينبغي انه يفوز، كان مش عارف ايه اللي قبل بتروجيت، لكن بتروجيت ثم زمالك ثم سوبر ثم يعود ليفوز في المباراة الأخيرة طلائع الجيش، المباراة التي شهدت أحداث غريبة في الدور الأول، دي أول مباراة في الدور الثاني. ولكن يتبقى للأهلي مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب عشان يستأنف يستكمل كل مباريات الدور الأول. الأهلي يتصدر عن الإسماعيلي بنقطة، ولكن بقي له ماتشين، إذا فاز بهما استقر مستريحا. ده اللي هنبحثه النهارده، وهنشوف كتير من التفاصيل حوالين هذه الصداره المستحقه، حوالين هذه المرحله القادمه وما فيها من منعرجات وتوقعات، وايضا ماذا عن الصفقات؟ ما هو ما تقوليليش يبقى معانا مهندس الصفقات ونسيب الناس حيرانه. حلقه مهمه عنوانها الرئيسي الاهلي رحله الشتاء والصيف. الأهلي بيكمل رحلة الشتاء وهو في صدارة المسابقة، ويتطلع لبداية رحلة جديدة إن شاء الله يختتم بيها الموسم محتفظا بلقبه. باشمهندس، لا يفتى وملك في المدينة. إيه؟ عايز إيه يعني؟ يعني الناس طول ما إحنا ماشيين على حاجة اسمها صفقات، أصل صفقات مش هقول لك صفقات. طب مين اللاعب العالمي مبدئيا؟ ما أعرفش، لو عرفته قول لي. ما فيش حاجة اسمها لعيب عالمي، ممكن نيمار ميسي هم دول اللعيبة العالميين. انما هنقعد نقول الفاظ بس عشان نشد الناس، ما فيش كلام من النوع ده. طيب النهارده انت حضرت جانب من اجتماع للجنه الكوره. ايوه، خطوطه العريضه، يعني مش يعني حتى لو بص انت مصر ان انا ادخل في هذا. انا مصر على راحه الاطار. بص يا حبيبي، لابد ان نفهم ان مساله التعاقدات شهدت نوع في ناس لعيبه كويسه جت في الفترات الماضيه، ولكن سياسه التعاقد ما كانتش هي سياسه النادي الاهلي. الدنيا بهوات جدا، والكل بقى كل قرش يخش النادي الاهلي اول فكر ازاي ناخده منه عند الانديه الاخرى. ادى هذا الامر الى انفلات في اسعار اللاعبين الى درجه دفع ثمنها اللي بيقبض مني، لان هو كمان له سوق، هو بيجمع من الاصغر منه. فأصبح هو كمان بيشوف انه بيخش له مبالغ كبيره عايز ياخدها منه. اذا فكره ان التعاقدات تتم وكانك تبحث عن كوب ماء في صحراء يضمن لك الحياه، هتشتريه باي ثمن؟ يعني لو تقول تنازل عن كل ثروتك مقابل كوب الميه ده هتعمل، لكن لما تبقى قاعد بتبلبط برجليك في الميه، محدش يبيع لك كوبايه الميه باغلى من ثمنها. ولا ايه؟ صحيح. الاهلي بيبلبط. الاهلي بيبلبط. طب امال ايه؟ هو الاهلي اقوى هجوم. الاهلي اقوى دفاع. طب هو الاهلي منزعج من ايه؟ لان اهدافه تتطور وبتتنقل في افاق اخرى. الاهلي عنده اكبر عدد من اللعيبه الدوليين. الاهلي كل اللي بيشتريهم ما هماش لعيبه دوليين. فعلى اي اساس وانا بقعد معاك تكلمني تقول لي انا عندي احسن لعيبه في مكانها وانا وماله؟
اذا كانت دي نظرتك تعالى، وانا جاي لك عشان عندك لعيبه كويسه. بس انا اللي هخليها احسن لعيبه. لما يخشوا وانخرطوا في اداء تكتيكي ما هو اللعيب الكويس مش هو اللعيب المهاري. مش اللعيب اللي عنده امكانيات. هو اللعيب الذي من خلال انصهاره يحدث فارق. وهو ده اللي الاهلي اللي بيدور عليه، مش بيدور على لعيب كويس. يعني لما اقول انا عندي احسن لعيبه في مصر، معيارهم ايه؟ مهاراتهم، سرعتهم، جريهم، ممكن كل واحد لوحده لعيب هايل جدا. لكن لما يجوا يعملوا فريق، يعملوا فريق ولا ما يعملوش فريق؟ صحيح. طب لما يخشوا معايا هيندمجوا في اسلوب لعبي ولا لا؟ هيفهموا فلسفتي ولا لا؟ لما يقعد المحللين بما فيهم محللي، ودي هنشوفها في اللي جاي، الفرق المنافسه والانتماءات المنافسه، ويحللوا الكلام الغامض اللي فاكرين ان لما الاهلي يهدي اللعب ده بينكمش، ده بيبقى جزء من الخطه بتاعته. لما اللعيبه تخش لجوه ولعيبه الوسط تطلع لبره، وبعدين الكروسات اللي بتطلع بين المهاجمين وبعضهم، الاوفر لما بيترفع عليه تملي بيلاقي حد موجود يلعب الكوره، لان ده اسلوب لعب مش صدفه. فالنادي الاهلي فيه نضج تكتيكي، فيه التزام تكتيكي، يبقى عايز لاعب مهاري ملتزم وناضج تكتيكي وحابب انه يشتغل شغل جماعي، مش عايش فيلم ان انا كنت النجم الوحيد واللي مصر كلها بتتكلم عني، فرايح اكون النجم ده في النادي الاهلي. مش هيكون. مش هيكون. هو اللاعب من اول مين العظماء اللي فاتوا علينا؟ كابتن خطيب، كلهم كانوا لعيبه تكتيكيين. ابو تريكه، بركات، لعيبه تكتيكيين. كل اللعيبه الكبيره، وليد سليمان، عبد الله السعيد، لعيبه تكتيكيين. خططيين. مهاراتهم بقى بتطوع لصالح الفريق. لا، بتحلل اللعب. مهاراتهم بتوجد الحلول، مهاراتهم تحدث الفارق، لكن من في اطار جماعي. جماعي من الالتزام. وده قوه الاهلي. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان وانا بدور على لعيب، طب انا بدور على لعيبه ليه اذا كان هذا الحال؟ ببص لقدام مش النهارده. ببص عندما هيكون عندي نقص في صف من صفوف هيسبب لي حرج ولا لا؟ وان كان مرونه ومهارات اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي سمحت ان باكين، باك شمال وباك يمين، يخشوا في قلب الدفاع فيجيدوا تماما. منهم واحد النهارده لازم المنتخب يعني يضعه في عين الاعتبار، اللي هو ايمن اشرف. يعني انت لو انت قيمت الاكثر ثباتا واداء في الدور الاول بين مدافعي مصر هتجد هو. ما شاء الله. طبعا ده لو طويل شويه كان بقى حكايه ثانيه. لانه ما نعرفش نطوله شويه؟ لا، هو بيعالجها بالذكاء. بيفكرني بالكابتن حسن حمدي، انا قلت لك. لم يكن لعيب طويل فارع الطول او الهدر، لكن كان اللعيب اللي يعرف ذكاء المركز فين ويبين لك ان الكوره سهله. زي خدها ويبتدي بيها. هو ده اللاعب اللي عارف امكانياته ويلعب في حدودها. كل ده ملوش علاقه. انا بدخل لك اهو. طيب انا رحت النهارده اتحددت لي اسماء معينه. ايوه. من نادي المقص. خلينا نخش في التفاصيل شويه. ايوه. طيب نادي المقاصه متمسك باللاعب بتاعه، بيقول لك انا ما عنديش غيره. بس انا عايز منك فلان وفلان وفلان وفلان. طب انا عايز احمد سامي قدام جون انطوي. يعني انت مقيم احمد سامي 600,000 دولار؟ هذا كلام. اصل اللعيب ده ولا هايل، امال انا جاي اخده ليه؟ بس انا باخده وهو مش لعيب دولي. ايوه. فاذا كنت عايز تكلمني كلمني وين وين. ايوه. اقعد معايا بقى نحترم عقل بعض. العلاقه الشخصيه اللي بيني وبين بيني انا تحديدا وبين المهندس محمد عبد السلام قويه جدا، في علاقات عائليه ومن زمان وكل حاجه. العلاقه المؤسسيه والشخصيه بين النادي الاهلي ونادي المقص الكابتن خطيب واللي هو محمد عبد السلام قويه جدا. الاهلي والمقص علاقه قويه جدا، ولكن العلاقه الاحترافيه لا، فيها خلل. فيها خلل طبعا يجب ان يعالج. لا تنظر الي ان انا ممول. ايوه.
لا تنظر الي ان انا معايا قرش لازم اخده منك وانت يعني مش واخد بالك يعني. لا احنا واخدين بالنا. طيب انت عايز مني اللعيبه وانا عايز اديك اللعيبه بحكم العلاقات وحكم لكن مش هقدر اديك لعيبه وانت مش متعاون معايا. اساس العلاقه واللي يتقال هنا يتقال في اي حته تانية. العلاقه التي تربطني شخصيا بالمهندس فرج عامل قديمه قبل ما يبقى يعني غاوي كره يعني ورئيس نادي ناجح بالشكل العظيم ده. ودخلنا بيوت بعض لكن هو مارس شطاره وخلاص وده حقه. لكن احيانا التمادي في الشطاره يقلب يبقى مش شطاره. لانك انت لما تبقى شاطر قوي بتنبهني ان انا لازم كمان اكون شاطر قوي. صحيح. فانت بتقيم لعيبتك حقك. بس لما نيجي نقيم لعيبتي حقي. ايوه. فالاساس التقييم هنقول ده قرش وده قرش، ده 10 وده 10، ده 10 وده 15، ده 10 وده 20، نخش في المعايير الاحترافيه. هو ده اللي هيحكمنا. والسطر الواحد الاهلي مش هيستدرج ياخد صفقه اكبر من حجمها. ليه؟ لانه اولا السوق بيبقى مش منطقي. ثانيا اللعيب يتظلم. اللعيب اللي جاب مبلغ كبير قوي ده الناس بتستنى منه اداء على مستوى السعر. طبعا هو ده يا عم هو في ايه؟ فخلقت عليه ضغوط من قبل ما يجي. زائد انك بتخلق كمان بترخص لعيبتك. الله انت بتقعد واحد يقول لك اديني فلان وفلان 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 وكذا. ازاي الكلام ده؟ ده الفلان اللي عندي انا اخد عليه فروق. طبعا. طيب ايه اللي يخليني اقدر انفذ السياسه دي ونرجع تاني وين وين؟ اكسب وتكسب وفي تكافؤ وفي مصالح عاقله ومنطقيه بيننا جميعا. ان انا ما بقاش استنى لما ابقى مزنوق قوي. وعشان ما بقاش مزنوق قوي لازم مجموعه من الحاجات الاهلي متنبه لها تماما. قطاع الناشئين بتاعك لازم يبقى قوي جدا. مش بس قوي انه يكسب بطولات. انه يطلع لك اللاعب المؤهل الفاهم اللي بيلعب بنفس السيستم للفريق الاول ما ياخدش وقت كتير عشان ينضج. لان انا لعيبتي بتطلع هي عظيمه بتاخد وقت سنتين ثلاثه تنضج بره وارجع ادفع فرق ثمن النضج ده. وانا اللي مربيه. ما هو بينضج ليه؟ هو انا مربيه وانا عارف انه هيرجع. على فكره معظم اللعيبه اللي خرجت احنا عارفين انهم هيرجعوا لنا. لانهم لعيبه كويسه بعد ما ينضجوا ما فيش زيهم في مصر. بس المهم كلهم فترة لعبة النضج. منتخبات ناشئين بس المهم فترة النضج. انما انت بيطلع مثلا في وجود ابو تريكه لا لازم يطلع مؤمن شوية بره. اما يغيب الكابتن ابو تريكه ممكن يجيب مؤمن. ممكن يجيب عبد الله السعيد يستنى سنة والسنة الثانية يبتدي وبعدين ينضج النضج اللي يخليه احسن لاعب في مصر. بس اسمح لي يعني دي ده ظرف مؤقت استثنائي يمكن تفهمه في مراحل سابقة لكن ما ينفعش القياس عليه على طول. اللي هو ايه؟ اللي هو انت بتسيب ابنك المميز وترجع تشتريه. لا ده انت هتفضل طول عمره. ده مش استثنائي ده طول عمره. النهارده لما يطلع لك لاعب في وجود اللعيبه الكتيره اللي موجوده عندك ناشئ كويس جدا عنده 19 ولا 20 سنه وانت عارف انه هيبقى كويس وعندك قايمه هتعمل ايه دلوقتي؟ في فرص للاعاره. ايوه انت بتعمل كده. لا ما الوضع دلوقتي بقى اخف بدليل بدليل ان انت عندك ناصر ماهر. ده في لعيب محدش واخد باله منه. فوزي الحناوي؟ لا لا لا. فوزي الحناوي طبعا. بس ده كل الناس واخده بالها منه. محمد حسن بتاع وادي دجله. ده الهاف ديفندر اللي كان في الاهلي. انا قلت وقتها في ملك وكتابه. أيوة أيوة. ده هيبقى رقم واحد اللي هو اصيب اعتقد ومشي بعدين. اصيب جاله اثنين صليب. فظرف وحش. لكن يذكرك اداؤه ديفندر كويس طبعا. ديفندر زي طارق حامد. السمات القويه. انت تستطيع انك انت بانتقاءات في الناشئين جيده واعداد جيد ويمكن المشروع اللي عامله الدكتور عمرو ابو المجد يهدف الى هذا. بيذكرني بفريق الامل بتاع كابتن الجوهر الكابتن الجوهري. ولكن لازم يعني يكملوا ان الباقيين اللي بره لازم يبقى عندهم دائما امل في منافسه اللي انا اخترتهم وقلت عليهم دول الموهوبين.
والا يبقى القطاع كله يهمد منك. الدكتور عمرو عامل فريق الموهوبين تقريبا 45 او 43 لاعب على مستوى الشباب، وعامل اعتقد فريق للبراعم من العناصر المميزه حاجه و30. احنا محتاجين نفهم الموضوع ده منه بتفاصيله، ومحتاجين برضو نقول فرص اللي هم مش منطقين. ليه؟ يعني فده طبعا. اما مساله ان يقول لك اصل انا ممكن انتقي واكتفي بيهم، لا مش هنغلط الغلطه دي تاني. احنا غلطناها مع طارق السعيد، غلطناها مع النني، غلطناها مع كهربا، غلطناها مع احمد رفعت، غلطناها. طلعت اميز لعيبه في الانديه متسابه لان عمرو بركات. طبعا عمرو بركات راح ورجع، وتريزيجيه كان كاد ان يذهب. واخد بالك؟ وفي اثنين ثلاثه موجودين يعني الاهلي عارف انهم لعيبه كويسين، وباذن الله دول يعني هيكونوا موجودين بشكل جيد ويعدوا اعداد جيد. في الاخر كده استاذ ابراهيم، سنتعاون احترافيا بقى، سيبك من العلاقات الشخصيه اللي هتظل طيبه، سنتعاون بقدر وبحجم التعاون الذي نلقاه وبنفس الاسس والمعايير. طيب اذا الحديث عن لاعب اجنبي سوبر ولا عالمي، انا معرفش ده، اصل ده خلي بالك ده اتقال فين؟ ده اتقال في الامارات، ما حدش قال لي عليه. طيب ما يخص فرص التدعيم الحاليه، احنا جبنا خلصنا واحد. مين بقى؟ محمد فخري. محمد فخري. ايه قصته؟ محمد فخري لاعب موهوب، مواليد 99 اعتقد، في بعض اللقطات ليه. محمد فخري بيلعب درجة أولى مع المحلة بقاله دي ثالث سنة. ثلاث سنين؟ يعني بيلعب ان هو عنده 16 سنة. 16 سنة. ده واعد. يمتاز بالطول اهو اللي هو ده اللي على شمالي. على شمالك. بيمتاز بالطول. وده والده مش كده؟ اللي على يميني خالص. وده وكيل ولا ايه؟ ده الوكيل. تمام. فانت اهو تمام. لعيب مهاري، لعيب كويس مهاري. تذكروا النهارده، تذكر له ماتشات واحنا قاعدين في لجنه الكوره كابتن سيد، قال لي لا 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 لا، ده انا افتكرته كويس قوي كمان، ده لعب قدامنا. لعب قدام الدرجه الاولى. لعب قدامنا. لعيب تقدر تقول ايه عشان ما نعظمش الامور قوي، خامه واعده. خامه واحده. ايوه. انا شايف انه على خلق. وشايف انه ده هيبقى قماشة الاهلي. ليه؟ كابتن عدلي انا اثق في كل حاجة هتقولها لي، واللي انت هتقوله انا هعمله. جاي لك راغب حملني بقى المسؤولية. انه لازم فعلا يشعر انه اتنقل. يشعر ان انا حققت له المصلحة ولم يظلم. وده اللي هيحصل في النادي الاهلي. يبقى هو دلوقتي سلم الى 99 الكابتن عمرو ابو المجد. هو دي لقطات حيه له؟ دي لقطات له مع المحل. طب يعني عشان ما تشوشوش على الناس، هو ده. شوف لعبها من لمسه واحده ازاي، وهو بيقطع كده. مع سنه الصغيره ده طبعا. ده قرار، هو القرار هنا بالظبط. برجله كويس، جسمه كويس. شوف كان عنده كم سنة وصغير؟ ده منتخب مصر ولا ايه؟ منتخب الناشئين. ده منتخب 99. طيب. ده اللي بيمرنه الكابتن حمادة. فأنا يعني أتوسم إن تبقى دي حاجات لازم نركز فيها. العناصر المميزه عندنا لازم. فبتقول لي محمد فخري قال لك انا معاك ما اتكلمش كلمه. كل ورقه ممضي احنا هنحط له. دون ان نخصه حقه اطلاقا. ودون ان نشعره انه اللي جاي بقى يفرق معاه قد ايه. هو ده. هو ده. يعني كل ما تتطور ممكن ماديا تتطور ازاي؟ تنقل ازاي؟ ممكن تتطور ازاي؟ ماديا. ما حدش يا ابراهيم يخش النادي الاهلي ويشيل هم الفلوس. مش هتبتدي باقوى شيء، لكن هتنتهي باقوى شيء. هتنتهي باقوى شيء. وخلال ما بينهما
بتحصل على حقوقك الكاملة أكتر مما تتصور. فاللي اللي عايز يخطف ويجري مش هيرتاح معانا. اللي عايز فاهم انه جاي عشان يضيف ويكبر يبقى نجم كبير، لا حياته هتتغير، هتتغير، مش هيبقى له نظير في الأندية الأخرى. كل لعبتنا ملهاش نظراء في الأندية الأخرى، مش من ناحية المستوى الفني، من ناحية الاستقرار المادي، من ناحية الدخل، من ناحية الحصول على الحقوق، من ناحية الحصول على البطولات، الرعاية الكاملة، بيلاقوا حاجات بيتذكروها طول العمر. وهو مدرك لكده، ووالده مدرك لكده، والحقيقة الناس كابتن عدلي كذا كذا، اعملوا كذا، حاضر يا كابتن. مسؤولية، لما تسلم لنفسك أنا أشعر بالمسؤولية. طبعًا هكون مسؤول عنك أكتر. فده مجمل فلسفة التعاقدات والانتقالات في الفترة دي. لحد الدنيا ما تتنظم، ربنا سهل لو جت ضلتنا من جوه مصر، أو ما أنت ممكن تقعد تقول سرد باك سرد باك سرد باك سرد باك، وبعدين تبص تلاقي الحل جالك من حتة تانية بره مصر. عندك جنسيات فلسطيني أو سوري بيعتبر مصري. حاجة اسمها زحف. لكن الحاجات كلها بعد كده ماشية. انا لعيب عندي ممكن يجد عنده 20% من الفرص اللي هو كان منتظرها. او اللي انا كنت متوقع اديها له. او اللي انا يعني مش قادر اديها له. لان على حساب حد غيره. ايوه. فليه لا انه ما يطلعش اعاره 6 اشهر، يطلق كافة دوافعه وشوف بقى. وشوف. والسنة دي ليها طعم خاص. كل اللعيبة اللي طالعة عينها على انها تبقى في كأس العالم. فعايزين يعبروا جامد جدا. مش عارف هل كوبر يعني هيعمل كده ولا هيظل؟ يعني شوف ميدو جوابر بيطلع بيقفز بيلعب الهيد بطريقة فيها مهارة عالية جدا. هو خد الفرصة وتحينها، وربنا سهل يبقى برضه راجل. خلي بالك ان الكابتن حسام بيدو جابر كان مطلوب أندية كتير جدا. رفض تماما. محتاج له. وعارف هيعمل معاه ايه ويطوره ازاي. الباقي عليه، الباقي على ميدو بقى يكون عنده الرغبة المقابلة انه يتطور. فبإذن الله يعني الست شهور دول ممكن يحطوا نقط على حروف كتير جدا بالنسبه للعيبه، لبعض اللعيبه. انما مش معروف تحديدا العدد اللي ممكن يكون في تدعيمات يناير ده قد ايه. ما انت بتشتري من ناس يا تبيع لك يا ما تبيعلكش. يعني النهارده المقاصه لما تيجي تقول لك احمد سامي ما عندناش غيره، ممكن بكره ولا بعده يجيبوا لعيبه غيره يبتدي يكلمك فيه. طب هتكلمني على اساس ايه؟ لو في تكافؤ في الكلام هنفتح الحديث. فاهمني؟ صحيح. نفس الشيء انا لسه في جولات مع المهندس فرج عامر اللي هو يعني راجل اهلاوي جدا عشان تبقى عارف، وابنه بيجي من اسكندريه يتفرج على التمرين. يعني بس في النهايه لكن راجل محترف بيدور على مصلحته. لا وهو سعيد بدور انه شاطر جدا. خلي بالك دي لما بتتملكك لازم بتبقى كمان شاطر قوي. يعني تيجي تتنازل تقول لك لا انا عايز اللي قدامي ده اخده واحده بس. ايه ده نشاط، اعلم بقى على الناس كلها. ده نشاط، انا هروح له اترقص ترقيصه صغيره كده. طيب كابتن حسام البدري بيقول نلعب للفوز امام المقاصه ومعايير فنيه وراء اختيار القائمه الافريقيه. ده الكابتن حسام البدري، وقال انه الاهلي هيخوض كل مباراه قادمه ان شاء الله بهدف واحد فقط وهو الفوز، وده امر طبيعي ابتداء من مباراه المقاصه يوم الاحد ان شاء الله. وقال المدير الفني انه بياكد دايما على وجود لاعبين مميزين في صفوف الاهلي للمشاركه في الفتره الجايه، ومفيش حاجه اسمها في لعيب اساسي ولعيب احتياطي. المباراه الاخيره امام طلائع الجيش اثبتت ده. خمس او ست عناصر تقريبا شاركوا اساسيا أو أساسيين، ما كانوش أساسيين في الفترة الأخيرة، لكن هذه العناصر أثبتت بصراحة. عايزين نفرق يا أستاذ إبراهيم في حاجة. اللاعب الأساسي نتيجة إنه مهارته فارقة. واللاعب الأساسي نتيجة إنه أساسي عشان استقراره وانسجام الفريق. لعبتنا كلها تستطيع أي لاعب منهم أن يصبح لاعباً أساسياً. من ناحية المهارة الفوارق مش كبيرة،
الخبرات بقى والالتزام وكده هو الفوارق جايه من هنا. اها. طيب. وقال المدير الفني ان هو بيعمل على تحضير البدائل بشكل مستمر لتعويض اي غيابات حتى لا يشعر احد بوجود نقص في صفوف الفريق، وشدد الكابتن حسام البدري على انه المعايير الفنيه هي التي حكمت اختياراته للقائمه الافريقيه، وان كل مرحله لها اولوياتها، وانه لديه ثقه كبيره في كل اللاعبين، ومن ثم ومن لم يتم قيده في فتره القيد الاولى امامه فرصه ان شاء الله للدخول مجددا. قال المصابين زي رامي ربيعه يمكنها العوده بعد التعافي من الاصابه ان شاء الله، وكلها امور لمصلحه الفريق. بالنسبه لاخبار نجوم الاهلي تباعا، وليد سليمان تعرض لكدمه قويه في المران اللي كان النهارده على ملعب التتش، لكنه خرج من التقسيمه لبعض الفحص الطبي السريع ورجع استأنف المران مره ثانيه واطمأن الجهاز على سلامته. كمان عبد الله السعيد خاض تدريبات بدنيه منفرده في الجيم على هامش مران الفريق النهارده، ولم يشارك عبد الله في التدريبات الجماعيه بسبب معاناته من نزله برد، الف سلام عليه، وبيستعد ان شاء الله من الغد مع زمايله في تدريبات جده للقاء المقاصه يوم الاحد. لجنه الكوره في النادي اللي اشار المهندس عدلي الى بعض فلسفه اختياراتها، اللجنه برئاسه الكابتن محمود الخطيب وافقت على سفر رامي ربيعه مدافع الفريق الى المانيا للاطمئنان على حالته، خاصة في ظل تكرار إصابته في العضلة الضمة. الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري كان طلب من اللجنة سفر رامي للألمانيا لأنه بيعاني من قطع جزئي في العضلة الضمة اليمنى، وأيضا في مزق في العضلة بالقدم اليسرى، ده تعرض ليها رامي ربيعة في مباراة الزمالك الأخيرة. أصل رامي ربيعة بنيانه قوي. وإصابته مؤثرة. كلها عضلية. كلها عضلية. يعني يبدو أن نوع عضلاته لابد يتعمل تقرير كويس ويتعمل رسم يعني ما أعرفش بيسموه إيه. مش مسح زهري، لا ده هو له اسم. يعني رسم عضلي. يوصفوا لنا العضلات دي إيه؟ هي عضلات. كان مرة مستر هيدوكوتي مستر جوسيه كان بيكلمني على لعيب مهم قوي، وانا كنت احبه يعني، هو يعني قرر ان هو يسيبه يعني، فحس ان انا يعني، قال لي يو لايك هيم، فرحت ضاحك وعامل له كده، فقال لي عنده مشكله، قلت له ايه؟ قال لي عنده العضلات الالياف البيضاء فيها مشكله، أو أكتر من الألياف الحمراء. يعني مش فاكر ودي بتؤدي إلى كثرة إصاباته. قد يكون يعني في حالة اللاعب ده حقيقي أو غير حقيقي، أنا مش دعوة، لكن هو نبهني إن دي ممكن أحد أسباب الإصابة. طيب، عموما إحنا كنا أشرنا إلى فكرة تكوين فريق للموهوبين، وإزاي هيتم التعامل معاها الفترة الجاية، وإيه مصير بقيه اللاعبين اللي مش في فريق الموهوبين، سواء على مستوى فريق الشباب او على مستوى البراعم زي ما انت اشرت. يعني ايه العلاقه بين الاثنين وفلسفه هذه الاختيار وهذا التكوين؟ معنا على الهاتف الدكتور عمرو ابو المجد، خبير تدريبات الناشئين والمدير مدير قطاع الناشئين في النادي. يا دكتور مساء الخير. التليفون قطع وهنجيبه تاني. ده مهم جدا عشان يحكي لنا بس التجربه دي. في مسألة الفصل ما بين مش الفصل، هتتم ازاي؟ اساس وعلاقتها إيه؟ وعلاقتها باللعيبة التانية ايه؟ وهل هتؤدي إلى إن ناس تهمد وناس تبقى واخدة أمل كبير، ولا المنافسة هتظل ناس تخش وناس تخرج، وورش العمل دي هتبقى بدنية وفنية ونفسية؟ لا، وكمان المشاركة في المسابقات لكل سن هيمشي ازاي؟ طب معنا على الهاتف الدكتور عمرو أبو المجد، مدير قطاع الناشئين في النادي. يا دكتور مساء الخير. لا، مساء الخير يا كابتن ابراهيم، مساء الخير يا كابتن عدلي. ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك ويبارك فيك. دكتور، كنا بنتكلم في موضوع فريق الموهوبين اللي حضرتك مكونه في القطاع، سواء على مستوى الشباب مش كده؟ او على مستوى البراعم. فرق الموهوبين. طب يا ريت تشرح لنا ايه الفكره بالظبط، واهدافها ايه، وعناصرها كام؟ هو بسرعه كده، ان احنا بقالنا حوالي 6 أشهر في القطاع. لعبنا تقريبا الدور الاول في معظم المسابقات.
طلعنا الموهوبين في كل فريق. طلع ان عدد الموهوبين في الفرق 45 موهوب، دول من 2004 حتى 99. المدرسة عندنا من 2005 لغاية 2011 دول الموهوبين فيهم طلعوا 33. فأصبح في الوقت الحالي طبعا في ظروف هتيجي بعد كده ممكن مراحل نمو تتغير وتتطور، لكن أنا بكلمك على الوضع الحالي. الوضع الحالي عدينا ال 45 دول خلاصة الفرق وال 33 دول خلاصة المدرسة. الناس دي في الوضع الحالي بتتمرن عادي مع الفرق بتاعتها وبتاخد نفس الجرعة أو لا. احنا بالجديد بقى ان دول ابتداء من الموسم القادم ان شاء الله هنعمل جهاز تدريبي داخل الجهاز قطاع الناشئين اسمه جهاز التدريب الفردي. التدريب الفردي اللي هو بياخد هؤلاء اللاعبين ويعمل لهم تدريب فردي لاصلاح خطا، لاصلاح تكتيك، لحته تكتيكيه، لحته ابداعيه عند الولد بتنمى برضه هم بينميها. الولد بيتمرن مع فرقته عادي، ثم مرتين الى ثلاث مرات بيتمرن التدريب الفردي علشان يعلى يعني دعني اشبه هذا الامر يا دكتور، لان انا بقالي سنين بفكر في هذا الامر وبطالب به. والفكره جات لي لما لقيت بعض اللعيبه يقول لك ده لعيب هايل بس جسمه ضعيف، ده لعيب هايل بس ما بيلعبش ضربات راس. فكنت تملي بقول لهم ايوه برافو عليك، فكنت بقول ليه ما نعملش ورش فنيه لعلاج القصور، تاخد النماذج دي اللي ناقصه مهاره نكملها له، اللي ناقصه تغذيه نكملها له، اللي ناقصه حتى على مستوى السلوك، واحد اناني قوي وبيرقص كتير وبيحرمني من ايه؟ من استفاده من موهبته. ممكن يتعمل له ورشه نفسيه يعني. يا كابتن ليها برنامج كامل، انا بقول لك بس البرنامج الفني ده ليها برنامج ثقافي وليها برنامج معاملات حتى في الامور الماليه، ازاي انا ادير فلوسي. طبعا ازاي اخد زي الثاني، واحد في الماتش يا كابتن بتلعب 11 اساسيين، واحد هداف وواحد بينزل اخر دقيقتين المدرب بيجامله، بتلاقي في المكافاه ده ياخد زي ده، ما ينفعش الكلام ده. طيب في احتراف الباب مفتوح، الباب مفتوح دخولا وخروجا. طبعا هو ما فيش دخولا وخروجا بقى، هي الفكره ان كل واحد محتاج حاجه هياخدها. طيب لكنه في بقيه العناصر اللي يثبت او يظهر كفاءه واضحه تحتاج رعايه خاصه من غير ال 45 او ال 33 بتضمه لهذه المجموعه؟ يدخل يا كابتن، لان في مثلا ولاد صغيره زي ما قال الكابتن عادل الوقت هم مش داخلين، لكن لما ينمو جسمهم فبيتطور، بيتطور بشكل واضح. بيتطور يدخل. طيب الاولاد دول ده في التدريب، طب دلوقتي نعمل لهم ايه؟ هنعمل لهم فرق موهوبين كل اعمار سنيه مع بعض متقاربه، هنلاعبهم مع بعض. سواء في الفرق سواء بيلعب ماتشات وديه هنا، يلعب في المحافظات، يلعب في الكلام ده ليه؟ عشان يكسب مزيد من الاحتكاك مع بعض. ايوه. طب انا كنت سامع الكابتن عدلي بيقول على اللعيبه الثانيه هي المساعده او السنيده او البتاع، لا دول لا انا فهمت كده، ده انت كده شرحت شرح بسيط وعشرة على عشرة. انت مفيش لعيب سنيد يكون، يجوز التاني مش محتاج الورشه دي. بالظبط. يعني هم هيلعبوا مسابقات، اللي نقدر نعمله ايه بقى؟ ان احنا ندمج الفرق برؤيه علميه، باستراتيجيه، بلعيبه تحت ايدينا، بلعيبه انا شفتها كويس قوي، المدربين شافوها، المديرين الفنيين شافوهم، نقدر نعمل لهم بقى الاستراتيجيه دي على طول. بس انا خايف من حاجه في ادماج الفرقه دي، بتكلفنا لعيبه، ده مالي بيخرج من عندنا ناس عمال انا اقول عليهم. طب هو الدمج اللي هيجي، هو احنا كنا هندمج السنه دي، كنا هنغلط غلطه العمر يا كابتن. ايوه. لما قالوا لنا اللجنه اللي فاتت بتاع احنا سياستنا دمج، قلنا لهم ماشي. لما جينا نزرنا على ارض الواقع لقيت ان في لعيبه كويسه قوي هنسيبها.
اكتر من اللي احنا شفناه قبل كده، كهرباء ومش عارف مين ومين، والنني وكهرباء ورفعت ولذلك قلت يا كابتن عادل لا انا اشوفهم بعناية السنه دي واشوف الدوري واشوف كذا كذا، لما ادمج بقى مش هسيب اللعيب اللي هو يعني فعلا بنسبه 95% ما ينفعش، مش هيكمل معاك يعني. مش هيكمل، واحتفظ باللعيبه اولا اللي هي كويسه قوي دي مع اللعيبه الثانيه اللي هي بيقل عنهم درجه درجتين، ده ربما واحد فيهم برضه يعلى ويدخل في، خصوصا اذا كان سنه صغير. وبعد كده عملنا على فكره حاجه كويسه قوي يا كابتن عدلي في المدرسه والاكاديميه. انا بعد ما خدت فرق المدرسه طلع عندي في كل سن حوالي 10 12 لعيب اقل درجه او درجتين من الذين انا خدتهم. طب الناس دول لو سبتهم هم دول بقى اللي ممكن بعد 3 4 سنين يحصل طفره في النمو والولد يتقدم. عملت ايه؟ جبت كلمت الكابتن ابراهيم عبد الصمد اللي هو مسؤول الاكاديميه وقلت له بص يا كابتن انا هديك 12 13 واحد من كل سن وانت طلع لي احسن ولاد من الاكاديميه من نفس السن ونعمل بيهم فرقه واحده هنسجلهم في النادي ونشترك بيهم في دوري المنطقه به. تمام. يلعبوا الماتشات كلها. انت عارف يا كابتن لعب الدور الاول الكابتن ابراهيم بيقول ايه؟ يقول لي هفاجئك بان الاولاد اللي انت نزلتهم لي اللي ما كانش ليهم فرص اساسا ياخدوا مباريات او احتكاك اللي افضل من الناس اللي عندك في الفرقه الاساسيه اللي انت بتلعب فيها دوري المنطقه. كان زمان يا كابتن عمرو تحدثا عن النقطه دي بالذات كان ابو الاشبال بقى الله يرحمه مصطفى حسين كان المصري القاهري ولا العباسيه كان وبعد كده جه فريق نادي النيل مع احمد ماهر، بس احمد ماهر كان في الاخر يتشطر كان يبيع لنا اللعيبه اللي احنا بتاعتنا يعني، واخد بالك؟ لا فاحنا ليه ما نشوفش احنا شفنا فعلا نادي، انا فاهم انا لقطتك بس كده نادي الشرك الشرقي للتأمين ونصرف عليه وكل حاجه يعني اتفاقيه على اساس انه يجي حتى معانا في الاختبارات الاولاد اللي ما بناخدهمش هو ياخد الدرجه اللي اقل مننا شويه اللي احنا ما بناخدهاش ايوه يتمرنوا معاه ويصرف هو اللي عليهم، اتفقنا ان هو يصرف عليهم كل حاجه، ويجي بعد كده اخر السنه اولادنا دول لو فيهم حد كويس عايزينه ناخده ببلاش، ولاده هو اللي تعب فيهم وجابهم وبتاع نشتريه منه نشتريه بسعر اقل من السعر اللي هيبيعه بس دي ما كملتش، ففرصه في وجودك دلوقتي ان احنا نكمل حاجه زي يعني كانش ان كانش يعني الفرقه دي نشوف حد تاني، لكن لابد 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 ان كلنا فرق ان شاء الله نعمل فرقه للاهلي في احد الاقاليم او فرقتين في اقاليم ونلعبهم في دوري الاقاليم ده. يعني لابد من حلول لان الحقيقه في كنوز جامده جدا، وكل ما تسال على لعيب يعجبك يقول لك ده كان رحت الاختبارات وما خدونيش، ده انا كنت في ناشئ الاهلي ومشيت، فده معناها ان زي ما انت بتقول بيجي فتره النمو وبتغير حاجات كتير جدا. غير كتير، لكن احنا ان شاء الله باذن الله. اخر سؤال بقى. اتفضل. انت دلوقتي التقيت الكابتن محمد فخري. فخري ايوه. طبعا عندك انطباع اولي عنه من ناحيه الشكل والسلوك وال بص يا كابتن انا قعدت معاه حوالي نص ساعه. اتكلمت معاه طبعا انت جيت النادي الاهلي مبادئ الاهلي اخلاق الاهلي يبدي الاهلي يختلف عن الانديه الثانيه، الولد يا كابتن حاجه زي الفل. اولا ما تخيروش عن لعيبه النادي الاهلي اللي اتربت في احضان النادي الاهلي. لدرجه بقول له على فكره في اربع عقود ممكن تعمل اللي اربعه هو ده هتقدر لو دعاء ولا العمليه محتاجه من بعدها توصل لدي كويس كله منين؟ من الاكاديميات وتسويق المستغنى عنه. طب انا عايزك بس تضيف حاجه يعني ده حلم شخصي والله العظيم وبلا مقابل مستعد اتعاون فيه. قول. ازاي اطلع لاعب النادي الاهلي من صغره ها شايف ان هو في حاجه
ملاش نظير يعتد بتاريخ ناديه ويعرفه كويس ويشوف الـ 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 القدوه ويشوف النماذج ويعرف الفرق بين الاهلي وبين اي مكان اخر، بحيث ان يبقى حلمه ان يستمر، يبقى ما يبقاش قاعد مش واخد النادي الاهلي زي في بعض الاحيان دلوقتي انه محطه للانتقال الى خطوه اكبر. يعني كيف انت كده هتخليني اقول لك سر بقى من الاسرار، انا محتاج اقعد معاك قاعده. طيب خلاص ما تقولش اسرار على الهوا بقى. مش هقول كل اللي بتقوله ده موجود ومكتوب ومخطط. طيب. وحاجه زي الفل. ماشي، يبقى بيني وبينك دي باذن الله. باذن الله. ماشي يا حبيبي، شكرا جزيلا. شكرا. طمنتنا يا دكتور عمرو. شكرا جزيلا للدكتور عمرو بالمجد مدير قطاع الناشئين. كان مهم لانك احنا كنا فاهمين المشروع غلط. انا قلت لك زفيرة الامل ده مش زفيرة الامل. ده الموهوب جوه فرقته بالظبط، بس بيتعمل له تدريبات مع في ورشه فرديه لعلاج النواقص. لعلاج النواقص، تنميه مهارات عشان نكمل يعني اللي ضعيف بتاع، اللي ناقصه تغذيه يعملها، اللي عنده ظروف شخصيه ومنكسر نفسيا. هي اقرب للدرس الخصوصي، درس خصوصي بس للموهوبين بس. ايوه بس تمام. في اطار برضو الاهتمام من قبل مجلس الاداره بفروع النادي، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي بيزور فرع النادي في الشيخ زايد للوقوف على الانشطه الرياضيه والاجتماعيه والنواحي الفنيه في مقر النادي في الشيخ زايد. كابتن الخطيب قام بهذه الجوله في كل جنبات فرع الشيخ زايد وناقش احتياجات الفرع واستمع لاعضاء النادي وشكواهم ومتطلباتهم، ووعدهم بالعمل على تنفيذها خلال الفتره اللي جايه بما يتفق مع مشروع عائله الاهلي اللي كان تقدم به الكابتن محمود الخطيب وقائمته اثناء الانتخابات. يا اخي انا شايف المجلس ده حقيقي والله جد. احنا كنا يعني بنقول عايزين حد بقى متحمس ويطور ويبتدي يرجع الاهلي، والله العظيم سابقنا وسابق تصوراتنا. وكابتن خطيب ارجو انه هو يعني ربنا يقدره شوي. لا يقدره على هذا المجهود. لانه مجهود بيسافر ويروح ويجي ويروح الفروع كلها ويكلم الناس يعني في سباق مع الزمن. ربنا يوفقهم، لان لو تنفذ الكلام اللي قالوه لنا لا الاهلي قصه ثانيه باذن الله. باذن الله. لا وزي ما انت بتقول بايقاع اسرع فعلا من توقعاتنا. من التوقعات. طيب عايزين نشوف عماد متعب عامل ايه في السعوديه. ما صح حبيبنا بقى علي مسعود. طيب هنسافر بيكم السعوديه علشان نشوف عماد متعب اخباره ايه، ومؤمن زكريا انتظم ازاي، واحمد الشيخ وكل اللعيبه المحترفين، وماذا عن مفاجآت المستشار تركي آل الشيخ للنادي الاهلي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه في المملكه العربيه السعوديه ورئيس الاتحاد العربي لكره القدم ورئيس شرف النادي الاهلي، ما يعرضه حاليا من رؤيه للنهوض بالرياضه العربيه او بكره القدم العربيه على وجه التحديد ملفت جدا للنظر. صحيح ان البعض بيتكلم عن مشروع النادي الاهلي، مشروع الحلم الكبير للنادي الاهلي او ما اطلق عليه الاهلي سيتي، باعتبار انه المساله تتعدى حدود استاد رياضي. الراجل بيتكلم على مدينه رياضيه متكامله تحدث نقله نوعيه مهمه جدا، مش بس للنادي الاهلي، للرياضه المصريه او للمجتمع المصري. النهارده في تصريحات كتيره للمستشار تركي آل الشيخ في كثير من المواقع الرياضيه يا باشمهندس، يتحدث عن تفاصيل هذه النقله، يتحدث عن هذا الحماس الكبير، ثم يتحدث عن الاحساس القوي اللي تولد ليه من لقائه مع رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ايه الرئيس كان محفز جدا على المزيد من الاستثمارات الرياضية العربية في مصر، ثم الحديث عن مشروع الاهلي الكبير. كيف ترى هذا الحماس وثماره اللي جاي ايه؟ انا ارى هذا الحماس انه حماس صادق وليس حماسا اعلاميا كما توقع البعض او تمنى البعض.
ايوه ان يكون فرقعة إعلامية يطلع الكل مستفيد منها تلميع و... لا ده في شيء ملموس على أرض الواقع يتم السعي إلى تحقيقه بأسرع وقت. أيوة. والتحركات المكوكية أنا لسه بقول لك أنا مشفق على كابتن الخطيب ومجلس الإدارة فيذهب إلى السعودية يعود إلى دبي ثم إلى القاهرة وبعدين تبدأ جولة داخلية بين الفروع واجتماع لجنة كورة واجتماع مكتب تنفيذي واجتماع مجلس إدارة وهكذا يعطي مؤشرا أن الأمر مش كلام الأمر حلم ناس عايزة تجري تحققه. أيوة. وهذا ما نراه في الدولة يعني أنت لما تشوف ما تم إنجازه في السنوات الماضية أسرع من الزمن. يعني الناس قالت إيه يعني نصرف كتير ليه عشان نعمل قناة السويس والتوسعات يعني ما كنا عملناها على سنتين ليه على سنة؟ هي السنة دي رسالة هل نستطيع أن ننجز وبسرعة أهدافنا؟ أيوة نقدر لماذا نتكاسل؟ يبقى المسألة أنت بتدي ما يلهمك أنك تقدر تعمل كده. أيوة. النهاردة هذا الحماس عندما ينتقل إلى شريكك الحقيقي وشريكك الروحي واللي بقى له مسؤولية مع النادي الأهلي بصفته رئيسا شرفيا للنادي الأهلي أي. أن يتحرك بنفس الحماس وبنفس الواقعية وبنفس الاندفاع وبعدين يشير أنه استلهم هذا الاندفاع وهذا الحماس أيضا من رئيس الجمهورية لما التقاه ده يقول لك إيه ان فكره الاستثمار في الرياضه ما هيش افكار رومانسيه ولا ترتبط بالانتماءات والتشجيع ولكنه بيزنس عمل حقيقي واستثمار حقيقي. النهارده نقطه البدايه الحقيقيه ستكون في الموقع الملائم اختيار الموقع الملائم لهذا المشروع. الموقع الملائم بيبقى ايه توصله ازاي تخرج وتخش منه ازاي الكثافه المستقبليه حواليه هيبقى داخل أيوه. كتله سكنيه أيوه. بعد شان نقول ما نلعبش فيها للامن مستوى التنميه الذي يستطيع ان يحدثه في هذا المكان حاجه الدوله كمان ما هو الدوله ليها رؤيه وهتساعدك عشان كده انت احيانا اصل النادي الاهلي ولذلك انا لما كان في خلاف مع محافظ القاهره في وقت ما وموقع علينا 15 مليون جنيه غرامات عشان نفذنا حمام السباحه قبل ما تصدر الرخصه رغم ان احنا كنا ماشيين في الاجراءات طيب فرحت له مع وفد رفيع يعني كان الكابتن حسن فقلت له يا فندم معليك يعني لو انا ما كنتش عملت النادي الاهلي في مدينه نصر كنت عرضت عليك المشروع ده وقلت لك ان محافظ الجيزة عايزنا عنده وان سعادتك محافظ القاهرة تحب يتعمل عندك ولا لا كنت هتقعد تغريني عشان اعمله عندك لان احنا نمينا مدينة نصر طبعا وجود النادي الاهلي وقالها. رفع متر الارض 1000 ضعف من 300 جنيه في خلال 3 سنين ولا 4 سنين 30,000 جنيه كم ضعف انا ما اعرفش المهم فانت انت متصور ان ولذلك النهارده النادي الاهلي ما بيروح بيتكلم يقول انا عندي مشاكل عايز حد يحلها لي بتتحلله او هتتحلله ايوه فباذن الله يكون الموقع موقع يناسب الاهلي يناسب جماهيره كمان يوصلوا له ازاي يخرجوا منه ازاي يناسب الامن هل يمكن الامن السيطره على محيطه ولا لا عملية انك تملاه وتفرغه السلاسة بتاعته كلها مشاريع وكلها امور يجب ان تدرس جنبا الى جنب مع نظرة الدولة للمنطقة دي تدرس لاختيار او حسم اختيار لانه اصبح في كلام كتير على اماكن هو قالوا مرشحة خلاص في مكانين في طريق العين السخنة ما قالوش هما فين هما قالوا في مكانين احنا بنستنتج في الموقع الجديد للنادي الاهلي في طريق في موقع في العين السخنه وفي الموقع الاصلي في شيخ زايد اللي يبدو انه في طريق مطار قد يحول دون الارتفاعات لان دلوقتي جزء ناس كانت تقول نعمله تحت الارض
بس طب والبرج بتاع الفندق اتعمل ازاي؟ فحاجات زي كده ما بتبقاش انت واخد بالك ان قد تحول دون ان هو انا كنت شايف طول عمره ان الشيخ زايد ده انسب مكان كموقع يعني. وكمان 130 فدان يعني تقدر تخش جوه العمق وتعمل كل اللي انت عايزه، والتفريغ والامتلاء ما يبقاش يطلع على الكتله السكانيه. ايوه. انما كمان انت خلي بالك، انت ممكن تروح مكان يكون الدوله بتخطط انها تعمل اندر جراوند مترو انفاق فيه. فتبقى كمان فكره الوصول اليه عبر مترو الانفاق وتخدموا على بعض ازاي. يعني مسائل مرتبطه بارتباط مرتبطه بمشروعات الدوله يتم التنسيق فيها مع كل الدوائر. ايوه. اتمنى يتم هذا سريعا. نقطه الانطلاق هتكون اختيار المكان ان شاء الله. ايضا من يمكن خطط الاستاذ تركي الشيخ رئيس الاتحاد العربي بقى انه هيعيد بعث البطولات العربيه بشكل قوي، بحيث انه حسب ما نشر عنه هيتم المشاركه في البطوله العربيه او دوري ابطال العرب بالدعوات. يعني الاتحاد العربي هيوجه الدعوات للانديه التي يرى اهميه تعمل له استقطاب جماهيري يليق وتسويق قوي وتسويق. فبالتالي قال لك هيبقى مشارك في البطوله 24 فريق بنظام الدعوات من كل الدول العربيه التي يراها، ثم البطل هياخد 4 مليون دولار والوصيف هياخد 1,000,000 دولار، وكل فريق مشارك في البطولة هيتحصل على 200,000 دولار بمجرد ما يخش بمجرد المشاركة. دي هو يرى انه كمان. بس هي بص هقول لك حاجة، في اتصال بالاتحاد الدولي اعتقد علشان يبدأ الاتحاد الدولي كويس يضع نشاط الاتحاد العربي تحت مظلته. جاوب على الملاحظة. الذي يحجم عن المشاركة يقول لك دي في الآخر دورات بتبقى ودية إقليمية. تسويقية. لأهداف يعني إنسانية مجتمعية. صحيح. سياسية. لكن إذا اعترف بها الاتحاد الدولي هتاخد نقلة تانية، لأنه هيفضلها في الأجندة الدولية بتاعته مكان. هيساعد بقى المرة دي. أيه. احنا كل مرة اللي كان بيرهقنا جدا التداخل الافريقي مع الاجندة الاوروبية مع الاجندة العربية. لما كله هيلتزم بالاجندة الاوروبية وتمشي تواريخ بدء المباريات في العالم كله يوم كذا وتنتهي في العالم كله يوم كذا، يبقى ده معناه انك انت باستمرار هتلاقي مكان لكل الانشطة دي. طيب الاستاذ قصي الفواز مستشار شؤون الاستثمار والتسويق لرئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي الشيخ يتحدث لقناة MBC أكشن عن هذه الجهود. نشوف. مدام تتكلموا عن الهدر المالي وضبط، احنا فلوسنا ضيعتوها في مصر، يعني ايش الملعب اللي يعني في كثير من الجمهور يقول لك طيب يعني ما شاء الله ما دام رئيس الهيئة عنده هذا الكرم وتروحوا تبنون ملعب في النادي الاهلي المصري ب 6 7 مليار جنيه، يعني بحوالي 1,000,000,000 ريال سعودي، ها؟ طيب ما الهلال ولا النصر ولا الاهلي والاتحاد اولى؟ ابو بدر هو احنا عرفنا الحين من يروج الشائعات هذه يعني الحين بتوصل الان، بس الحين يعني بعد هالحلقه هذه انا اعتقد الجمهور والجمهور الجماهير الرياضيه بشكل عام اول شيء النادي الاهلي المصري طبعا النادي الاهلي المصري هذا اول شيء هذا يا ابو بدر مشروع استثماري بحت من خلال مستثمرين خليجيين في الامارات المملكه العربيه السعوديه وفي مصر. هذا مشروع يعني مش وزاره الماليه اللي دافعه. ابو بدر خليني اقول لك خليني هل وزاره الماليه هل هو صندوق الاستثمارات العامه هل هو هيئه الرياضه؟ اطلاقا المملكه العربيه السعوديه لا، المملكة العربية السعودية لم تدفع ريال واحد في هذا المشروع ولن تدفع ريال واحد في هذا المشروع اطلاقا. من سوف يدفع في هذا المشروع هم مستثمرين زي ما ذكرت لك اياها اماراتية مصريين وسعوديين في هذا المشروع. طب سؤال، ايش دخل رئيس الهيئة في الموضوع؟ معالي الاستاذ تركي آل الشيخ اليوم هو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. المشروع هذا هو مشروع استثماري بحت. المملكة العربية السعودية ممثلة في هذا لم تدفع ريال واحد في هذا الموضوع اطلاقا. طب ممكن المشروع زي هذا يصير في السعودية؟ ممكن،
إذا 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 وجدنا هنالك مستثمرين هدفهم الاستثمار للرفع وفي تحقيق عوائد مالية مجزية للمستثمر وللنادي، ليش لا؟ يعني 80 مليون أهلاوي في مصر كان هو السبب المغري لإقامة المشروع؟ 80 مليون أهلاوي اليوم عندك في مصر، أعتقد الأهلاوية يمثلوا أكثر من 80% من الشعب المصري. اليوم عندك 80 مليون مشجع أهلاوي في مصر، عندك أيضا أكثر من 15 رعاة من الرعاة اللي نسميهم كلاس A متوفين يرعون النادي الأهلي، عندك أكثر من 5 مليون متابع في تويتر، عندهم يبادر، عندهم قوة هائلة بالمتابع وعندهم قوة هائلة في منصات السوشيال ميديا، لذلك يعتبر من الأندية الجاذبة للاستثمار في النادي الأهلي. بص يا استاذ ابراهيم، الكلام اللي اتقال ده دلوقتي هايل جدا. مش الاستاذ عمرو اديب اللي عنده مشكله مع المستشار تركي الشيخ؟ وفين احنا في السعوديه بيتقال نفس الكلام، وتوجهت اتهامات اكتر من كده. هو الانديه السعوديه مش اولى بفلوس الدوله؟ كان مهم جدا هذا الحديث لانه وضح الدوله مالها. ده مجموعة من المستثمرين متعددي الجنسيات اتفقوا على هذا الكلام برعاية من المستشار تركي الشيخ اللي هو رئيس شرف النادي الأهلي. وربما سألة رئيس شرف النادي الأهلي دي هي ادت السبب الموضوعي جدا، ان يعني ما حدش يقول اشمعنى، واخد بالك؟ ورغم كده اتقال، قال له الدولة مش هتدفع ريال، احنا ناس بنستثمر. قال له هتعمله في مصر؟ قال له في السعودية. قال له ليه لا؟ لو في نفس الظروف، لو في ال 80 مليون مشجع، لو في الرعاة الكلاس A، الناس مش واخدة بالها من الألفاظ الاقتصادية اللي بتتقال في الموضوع ده. دي مدلولات اقتصادية ونتيجة ايه؟ بحث واحصاءات. النهاردة مش كلام تاني مصر. لما الدولة في مصر تقول مصر اصبحت جاذبة للاستثمار ومناخ ملائم للاستثمار، على فكرة مبني على انها عندها سوق رهيب، 100 مليون نسمة من المستهلكين. احنا شعب، اكتر شعب بيستهلك، احنا نحب نشتري. احنا كل الناس اللي بتشتغل برة ان ما رجعتش شارية ومحملة تبقى ما سافرتش برة، واخد بالك؟ احنا شعب بيحب يعيش، شعب بيحب ان القرش ينزه بنفسه. فانت مناخ هائل للاستثمار. طيب جزء من الاستثمار ده في الرياضه، رقم واحد في الرياضه، مش في مصر، في المنطقه العربيه، بالزخم الجماهيري بتاعه والتاريخي الكبير والرعاه اللي ملتصقين بيه هو النادي الاهلي. منطقي جدا لما ابقى انا من السودان ومن الامارات ومن مصر ومن السعوديه ومن البحرين عايزين نعمل مشروع ونتفق مع بعض، هندرس في كل مكان، هنكتشف انه في مصر في النادي الاهلي. فمفيش هنا اشمعنى. اللي زيي يعمل زيي، واللي زيي هنا مش نوع من التفاخر، اللي في ظروفي يعني. اللي انت وصلت للظرف الاقتصادي المميز بتاعك تاني للي كانوا مش عاجبهم كلامنا نتيجة تراكم 107 سنة من العظمة، من التقاليد، من الالتفاف الشعبي، من النمو الجماهيري، من البطولات المتعددة، من المكانة الإقليمية والدولية للنادي الأهلي. كل ده عمل لك هذه الخصوصية. احنا مش محدش بيدلعنا او محدش متحيز لنا. اللي متحيز لنا متحيز للصح والغلط والاقتصاد والارقام. ده كلام مهم جدا يا جماعة، هنا وهناك. هنا لانه في ناس كتيرة اتكلمت على المستشار تركي آل شيخ وهذا الاقدام الشديد منه في الاهتمام بتدعيم مشروع النادي الاهلي. رقم واحد، الرجل بيتحدث عن رؤية علمية لتطوير الكرة العربية، مش بس يعني من خلال موقعه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، طبعا كرئيس شرف للنادي الأهلي يولي مشروع استاد النادي الأهلي أو المدينة الرياضية للنادي الأهلي هذا الاهتمام الخاص جدا. بس كمان للدولة السعودية
دفع ريال واحد لا للنادي الاهلي ولا غيره، هذا نتاج حركه استثمار عربيه رياضيه في ارض خصبه جدا للاستثمار زي ما الناس اشارت، ولا النادي الاهلي كمان ميزانيته هتتحمل اي جنيه لانشاء هذا المشروع التاريخي العملاق، لانه كله هيكون نتاج هذه العمليه الاستثماريه الكبيره، بالعكس هيتحول الى مشروع ضخم جدا تاريخي ونقله كبيره قوي نوعيه للرياضة المصرية أكتر منها للنادي الأهلي. السفير أيضا أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة والمندوب الدائم للسعودية في الجامعة العربية، حريص دايما وأبدا، يمكن دي كاميرا الأهلي كانت النهاردة في الاستاد أثناء المران، السفير أحمد قطان يطمئن على حالة اللاعبين وهو يمارس نشاطه الرياضي يا باشمهندس. يعني هذا التلاحم المصري السعودي الحميم قوي، هذه المكانة للنادي الأهلي مع أشقائه العرب، احنا بنتكلم في إيجابيات عالية قوي يا باشمهندس. لا بالإضافة إلى ما قد يوحى من هذه الصورة بأن ده اهتمام عربي بالنادي الأهلي، الحقيقي أن السفير أحمد القطان عضو النادي، لا مش عضو، ابن النادي الأهلي. أيوه، وياما رقصنا بعض في الكوره، وياما لعبنا مع بعض، هو اصغر مني طبعا، وتنس وراكت. بس رقصك ولا رقصته؟ ما هو هو كان اصغر مني فرقصه. بس هو دلوقتي بيرقصني زي ما هو عايز يعني. لا هو دلوقتي انا يعني لو يتفضل ويرقصني ابقى شاكر جدا دلوقتي. لكن احنا اصدقاء واعرفه، وراجل شخصية فاضلة يحب الاهلي قوي. صحيح، اهلاوي عضو نادي اي. صحيح، عاش في مصر 80% من حياته، حتى مش عضو عادي، عضو متفاعل 80% من حياته، هو اختيار صادف اهله، هو اختياره كسفير صحيح للمملكه في مصر جاء نتيجه انه خبير، هقول لك ايه، بحواري مصر، اتعشى هنا واتغدى هنا وفطر هنا وراح اتعامل مع الناس على ارض الواقع، شاف الناس الحقيقيين. هو يجمع صفتين، مندوب المملكة في الجامعة العربية، سفير خادم الحرمين، والمندوب الدائم في الجامعة العربية. إذن ده ليه؟ لأنه هو هنا في مصر يعني مش عايز أقول لك له في مصر كثيرا، فمؤكد أنه بيعيش بوجدانه، لابس تيشيرت عليه الباجي بتاع النادي الأهلي، يعني ما هو وبيلعب تنس باستمرار في النادي الأهلي. هو له في مصر يعني كثير. مش عايزين نقول ان دي اهتمام المملكه، ده اهتمام شخصي مغلف بقى في بعض الاحيان بصفه رسميه. تيجي نشوف لاعبتنا في السعوديه اخبارهم ايه، يعني اعتقد مؤكد واحد الكلام عن متعب. احنا اتكلمنا على سفير المملكه في مصر، عايزين نتكلم على سفراء معنا في الملاعب. ايوه، معنا على الهاتف من جده الصديق العزيز الاستاذ علي مسعود، مدير تحرير جريده الرياض السعوديه. استاذ علي مساء الخير. مساء الخير استاذ ابراهيم، عليك وعلى الباشمهندس عدلي، وانا سعيد جدا بالتواجد معكم، وخصوصا ان ببدا من الكلام الجميل اللي بتقولوه على العلاقه الحميمه الموجوده ما بين مصر والسعوديه. والله الواقع هو اللي بيقول لنا، احنا بنرصد، لكن عايزين ترصد لنا انت بقى شبابنا. قول لي قبل ما ترصد لنا شبابنا يا استاذ علي، كيف تتابع هذا التفاعل الكبير للاستاذ تركي الشيخ مع النادي الاهلي ورئاسته الشرفيه للنادي الاهلي، وهذا المشروع العملاق الكبير المزمع انشاؤه في النادي الاهلي؟ تمام، انا كنت بس عايز اشير لنقطه مهمه. المستشار تركي الشيخ مستشار بالديوان الملكي السعودي ورجل الرياضه الاول اعتقد دلوقتي عربيا وليس سعوديا فقط. المستشار هوجم للاسف على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مواقع قطريه كتير، وللاسف كان بيتهم بحب مصر، يعني بيتهموه انه بيحب مواقع قطريه، من الطبيعي انها تهاجمه وتهاجم اي تقارب للاسف. وكان حريص في الايام اللي فاتت دي على انه يؤكد نفس المقوله اللي كنتوا بتتكلموا فيها، ان استاد النادي الاهلي لن ينفق عليه ريال واحد من الحكومه السعوديه. ده طبعا هم كان بيتكلموا في جزئيه انك رايح مصر تصرف وتعمل، الانديه هنا محتاجه وعندها ديون وغرقانه في الديون والكلام ده. انا بتكلم بشفافيه اللي هو دايما بيحبها المستشار تركي الشيخ، لاني برضه هذكر لكم حاجه تاليه بعد كده.
المهم هو كان حريص على انه يؤكد ان فعلا ده الاستاد النادي الاهلي استثمار سعودي قطري واستثمار لان الاهلي سعودي اماراتي تقصد استثمار في نادي كبير سعودي اماراتي علي سعودي اماراتي عفوا انا اسف سعودي اماراتي بقول لك لان الاهلي يستحق الاستثمار ولان الاهلي زي بالظبط ما الامارات بتستثمر في مانشستر سيتي وزي ما في دول ثانيه بتستثمر في باريس سان جيرمان انت عندك النادي القرن في افريقيا والنادي الاكثر شعبيه في العالم العربي والنادي الاكثر بطولات في العالم طبيعي جدا ان تتحرك خصوصا اذا كان منصبك رئيس الاتحاد العربي لكره القدم تتحرك صحيح هو في وازع ان المستشار الشيخ لم ينكر في انه بيحب الاهلي وبيحب الكابتن محمود الخطيب لكن في جزئيه الاستثمار بالتحديد هو قد اكد اكثر من مره ان الموضوع استثماري لان الاهلي مشروع اي مشروع او اي شراكه مع الاهلي هي في النهايه شراكه ناجحه ماشي انت بتراهن على نادي الاكثر شعبيه في العالم العربي اللي انا عايز اقول جزئيه برضو انه كان حريص خلال الاسبوع اللي فات على انه يعمل لقاء كان فريد من نوعه اول مره يحدث على صعيد المسؤولين في الرياضه السعوديه ان يبقى في برنامج تلفزيوني شهير زي البرامج الجماهيريه في مصر والبرنامج يفاجئوا بوجود كان معمول على ان اللي حاضر فيه رئيس الاتحاد السعودي الدكتور عادل عزت هي ومجمع فيه جميع او جميع الكتاب والصحفيين على اساس يبقى فيه حوار شفاف يسالوه على كل ما يقول في خاطرهم بشان الرياضه السعوديه يفاجئ الجميع بحضور المستشار تركي الشيخ في بدايه الحلقه بشكل مفاجئ ويجلس واول حاجه يطلبها من الجميع يقول لهم انتقدوني بشده انا قاصد انا ما جيتش من 3-4 شهور على اساس اسمع كلام مجاملات نفسي تقولوا لي عيوبي وتقولوا عيوب اللي احنا اللي عندنا انا عايز اطلع من حوار المشاكل اللي عندنا عشان احلها كان حوار على مدار 3 ساعات فريد من نوعه لمسؤول رياضي مع جميع القامات الصحفيه في المملكه العربيه السعوديه اللي انتقادات يعني تخطت كل الخطوط الحمراء كان وطرح فيها اسم الاهلي كثيرا يعني حد قال له انت بتجامل المصريين وبتجيب لعيب قال لهم شوفوا قصه انا بحب المصريين دي قصه خليها على جنب لكن انا بجيب لعيبه مصريين لانهم الافضل لان في لان لعيبه المصريين دلوقتي منتشرين في دوري اوروبا لان اللعيبه المصريين بجيبهم بسعر مناسب ليا وفي نفس الديون كمان اهلا بحضراتكم من جديد خلاص كل واحد يعرف مكانه الاهلي رجع لصداره الدوري وده المكان الطبيعي في ختام الشتاء واستهلال منشط خبيث وحلو وناجح انت عملته في مجله الاهلي ده كان منشط الاهلي هتشوفوه حضراتكم خلاص كل واحد يعرف مكانه النجم الساطع بهدفين يهزم الطلائع طيب الاهلي وصل للقمه وجهز للمقص الاحد باداء رائع وهدفي ميدو والسوليه الاهلي نابو ازرق بالاشاره الى طيب لعب بالفريق العنوان الخبيث اللي انت حاطه ده لا مش خبيث ولا حاجه خبيث في تورين آه. كل واحد يعرف حجمه اه ده الخبيث آه. لكن كل واحد يعرف مكانه ده العنوان المنطقي الموضوعي الواقعي ليه كل واحد يعرف مكانه في ترتيب الدوري لان هذا اللقاء حدد مين فين ترتيب الجدول في نهايه الدور الاول ايوه فالحق الحق الكرسي بتاعك آه. فالاهلي دلوقتي عندما يتصدر وباقي له ماتشين لن يلحق حتى لو كان حصل حاجه ثانيه هيظل متقدم فهذا هو الخبز في هذا العنوان والقيع يحسم رسميا اولى صفقات الشتاء ما دي خلاص قلنا فخري يعني وتوقيع اتفاقيه مشروع القرن اسمي مش على المجله لسه وانت بتضحك طيب لما تعمل اضراب عن الطعام كان عنوان الاخبار غارات الاهلي تضرب محاربي الطلائع مرتين وتستعيد صداره الدوري الهدفان لميدو والسوليه ومروان يعود للمشاركه بعد غياب عام عن الملاعب والاهرام المسائي اخيرا الاهلي على قمه الدوري منفردا ايه مين اللي هيغيب عام عن الملاعب بعد غياب سنه عن الملاعب آه. مروان محسن يعود بعد غياب سنه آه. اخيرا الاهلي على قمه الدوري منفردا ميدو جابر والسوليه يقودانه لاول انتصار في الدور الثاني وقالت الاهرام المسائي ايضا الاهلي رقم واحد
فاز على الطلائع وانتزع صدارة الدوري في ختام الجولة 18. ميدو جابر يبهر الجميع وعودة قوية لمروان محسن. المساء قالت الأهلي بجدارة استعاد الصدارة. أسقط الطلائع بهدفي جابر والسولية في غياب معظم نجوم الفريق، ودي النقطة المهمة جدا. الحكم يتغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لأزارو، ومش عارف ازاي ممكن حكم يتغاضى عن ضربة زي دي. هو احنا كل ماتش بقى زهقنا. زهقنا كل ماتش محدش بيتغاضى عن ضربات الجزاء اللي معانا. ويروحوا يمققوا عينيهم في شبهة ضربات الجزاء لأي فريق آخر. يعني وأكنها شجاعة أن تظلم الأهلي. صدى البلد، موقع صدى البلد، الأهلي ينتزع صدارة الدوري بفوز مستحق على الطلائع. بعدين إيه الغيظك بقى بثنائية؟ استنوا بس والنبي، لحد لو عندكم صورة ضربة الجزاء دي تلاقي الحكم الخامس إيده على ركبه ونازل على الأرض وبيشوف الزاوية، يعني بيشوف الإبرة، الواد جاي بالتايهة. إيه اللي دي ما شافهاش؟ ده هو ده قدامه، ده حاجة غريبة جدا. أنت عارف إنه حاجز الكورة بإيده، يعني هو ترقص نزل حاجز الكورة بإيده. يعني هو لما حطش ايده فيها ازاره مرقص وحشوتها بشماله. هنشوف مناقشه خبراء التحكيم ليها. الوطن قالت الاهلي يتصدر الدوري بثنائيه في طلائع الجيش، والمصري اليوم الاهلي يعتلي قمه الدوري بهدفين في الطلائع، واليوم السابع الاهلي يجرد الاسماعيلي من القمه بثنائيه جابر والسوليه في الطلائع. يلا كوره، الاهلي يعلن بيان الصداره في حضور الجيش ويجبر الاسماعيلي على التراجع. موقع في الجول، النصر يحلق فوق القمة، الأهلي يفوز على الجيش بثنائية نادرة. للموقع الرسمي، الكابتن حسام البدري قال ده فوز مهم على الطلائع وثقة كبيرة في كل اللاعبين. تقدر تقول ما شئت، والإعلام يتكلم والمنشطات وحتى خبراء التحكيم أو خبراء التحليل، لكن عندما يصدر الرأي بشأن الأهلي وأداؤه ومستواه من الفريق المنافس، ويكون مدرب هذا الفريق المنافس اللي هو طلائع الجيش هو ابن نادي الزمالك لاعبا ومدربا، فالمؤكد أننا أمام شخص محترم لرأي يجب الاستماع إليه. كابتن حلمي طولان، نشوف رأيه عن هذه المباراة وهزيمة فريقه من الأهلي بعد هذه المباراة. طبعا بلاعب فريق يعني احسن فريق في مصر، فريق متجانس جدا بيمتاز بالاداء الجماعي بشكل كبير جدا، يعني نتيجه يعني مش مفاجاه، يعني النتيجه مش مفاجاه بالنسبه لي. حاولنا على قد ما نقدر حسب ظروفنا وحسب امكانياتنا، لكن فريق النادي الاهلي فريق عظيم جدا، يعني الحقيقه ممتع في ادائه وفي جماعيته وحجم وصوله، لا فريق محترم يعني. فيعني احنا يعني حاولنا، والولاد بذلوا جهد كبير وبشكرهم عليه بالرغم من الهزيمه يعني، لكن جود لك للنادي الاهلي ومبروك ليهم الفوز النهارده. كابتن حلمي، المقاولون يعني فريق طلائع الجيش اسف طبعا بيفوز في 3 مباريات في ظل قيادتك الفنيه على المقاولين وعلى 4 كمان، يعني بسم الله ما شاء الله. شايف ايه الفرق ما بين الاداء النهارده، خاصه هنتكلم عن مباراه القمه زي الاهلي والزمالك، طلائع الجيش والزمالك، طلائع الجيش والاهلي، ايه الفرق في تفاوت المستوى النهارده؟ لا هو في فرق كبير، يعني لما بتلعب قدام فريق متكامل، فريق بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على الاداء الجماعي، ده بيبقى صعب انك تواجهه، يعني فريق قادر على اللعب تحت ضغط وفي مساحات صغيرة، لا فريق مميز جدا، فبيختلف الوضع تماما. يعني فريق النادي الاهلي فريق صعب، مش فريق سهل، مش ما تقدرش تلعب قدامه بشكل مريح للمدرب اللي بيلعب قدامه يعني، ولذلك يعني لا في اختلاف يعني. سنتوقف امام هذا الكلام معلش يا استاذ ابراهيم شويه. مش لان اللي بيقوله الكابتن حلمي طولان وهو مدرب له ثقل وخبرته وزملكاوي، ولكن
هذا المدرب اللي بيقول لك الاهلي فريق ممتع، الاهلي فريق صعب، النتيجه متوقعه، ما تعرفش تعمل حاجه قدامه، وكل اللي بيقول ده محقق 4 فوز ورا بعض. ايوه. اخرها على المنافس التاريخي والتقليدي للنادي الاهلي، نادي الزمالك. ايوه. يعني لما يقول هذا الكلام وكان الاهلي كما قال ميدو عن النادي الاهلي يغرد منفردا وفي مكان تاني خالص 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 غير كل الفرق المصرية. ميدو قال هذا الكلام أيضا ويصف النادي الأهلي. أي يا جماعة، لا، النادي الأهلي في حتة تانية، في حتة تانية. لما تحط نفسك من خلال أدائك والتزامك ونتائجك إن المنافس ما أيا كان انتمائه يعترف بيك بالشكل، خلاص سلمه، ما بقاش في مجال للجدل، مفيش مقاوحة. لا، هو الأهلي ده حاجة تانية، مش حاجة تانية لأن احنا بنتفاخر، حاجة تانية من خلال ما يقدمه. هذا الذي يقدمه النادي الأهلي في قطاع من جماهير الأهلي مش عاجبها. طب قول لي بالله عليك، إلا إذا كان حاجة ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ لا، إلا حاجة من اتنين بقى، إن خلاص طموحهم اتنقل، ان حقيقي الاهلي بقى لازم يقارن بالانديه العالميه فعلا يعني. فهو اداؤه اقل من الانديه العالميه في حته تذبذب المستوى بعض الاحيان. اما على الشان المحلي والافريقي الاهلي في حته تانية. طيب. حتى لو خسر النهائي. حتى لو خسر النهائي. فانت بنتكلم على كلام مش احنا اللي بنخترعه. ده كلام نتيجة شغل وعرق هو انت لعيبتك مش لازم تشكرها، اللي هي حتى لو امتعضوا عشان الفرص رغم استفزاز واستنفار البرامج في الميديا وفي في في قنوات في 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 يعني برامج التحليل تستنفرهم ما بيلعبوش ومتضايقين واستفاضوا، يعني لما لعيبة الأهلي رغم كل ده في الآخر بيأدوا هذا الأداء وهذا الالتزام وهذه السكينة وبشكل ما يشعركش إن اللي خرج وحد دخل تاني مش حافظ. هو ده اللي أنا كنت عايز أقف عنده بعد إذنك. اتفضل، أقف بقى على راحتك، هسمع أنا هقعد أسمعك شوية. لما كابتن حلمي طولان يقول لك فريق عظيم وفريق محترم، ألفاظ في القيمة، لكن في اللفظ الفني فريق جماعي تقيل، ده كلامه. صعب تلعب معاه. شوف الناس اللي بتنتقد، صعب تلعب معاه بالظبط، الناس اللي بتنتقد الكابتن حسام البدري عايزهم يقفوا عند الجمله بتاعه كابتن حلمي طولان المنافس، وهو ابعد عما يكون انه يجامل الاهلي. الراجل يقول لك فريق صعب تلعب ضده باكتر من كده، حتى هو بيشكر لعيبته يعني، ودي نقطه مهمه جدا، انتوا عملتوا اللي عليكم، بذلنا مجهود كبير، حاولنا، بس احنا بنلعب ضد فريق صعب تقف قدامه، فريق على المستوى الجماعي تقيل، ده كلام الكابتن حلمي. تقيل ليه؟ ليه؟ ده يحسب لحسام البدري وجهازه الفني. التشكيل فيه 5 6 لعيبة ما لعبوش مع بعض من فترات طويلة، بل ربما ما شملهمش في تشكيل واحد طوال الموسم. بيتمرنوا فين دول؟ ومين اللي جهزهم على نحو جماعي متجانس عشان ينفذوا مع بعض هذا الشكل الرائع جدا من الأداء؟ الطرفين صبر رحيل وباسم علي، وباسم ظهير رائع جدا من العناصر اللي انا انبسطت قلب الدفاع مين؟ انه تم قيده الطرفين والسرد باكين ايمن اشرف ومحمد هاني. ايمن خد الفتره اللي فاتت شويه في الحته دي، بس كمان محمد هاني لعيب هايل جدا ومن العناصر اللي واعده في اي حته في الملعب، كورته تاهله انه يلعب حتى لو تحت راسين الحربه، لو هاف ديفندر قلناها المره اللي فاتت ممكن تتوقعوا ان محمد هاني ده هاف ديفندر متميز كمان. طيب الناس دي مين اللي جهزها؟ مين اللي جهز ميدو جابر والناس كانت فاكراه في التلاجه وبترشحه للخروج؟ مين اللي جهز مروان محسن بعد غياب سنه كامله عن الملاعب؟ مين اللي ورا هذا التجانس بشكل كامل في غياب 6 عناصر ومشاركه 6 عناصر تباعا حسب تشكيل الاهلي في المباراه؟ هشام محمد مع عمرو السوليه، الناس اتعودت في الحته دي على حسام عاشور. يلعب هشام ويكون له هذا التأثير. يا جماعة لا تبخسوا الناس أشياءها. أنت هتيجي عند حتة هشام والناس بتحلل أداؤه
وبتقول لك فكره الفطري طيب. انه يغطي في التغطيه والدفاع وهو لاعب مهاري بينقل الهجوم. شوف ده الطبعه الجديده من حسام غالي. من حسام غالي دي طبعه جديده، واتمنى انه هشام فعلا بتركيزه يفضل باستمرار حريص على وجوده وحريص على تنميه قدراته في الحته دي، لانه مش عايز اقول ده المفترض يكون هاف ديفندر مصر في كاس العالم، بس ان شاء الله الفتره الجايه يثبت انه جدير بكده. نشوف راي الكابتن علاء ميهوب يتحدث في النيل للرياضه. كابتن فتحي مبروك، اسف. وطبعا يمكن المباراه اليوم النهارده يمكن فيها اجابات كتير جدا كابتن سيد يمكن اتكلم عليها والكابتن علاء كنا بنتكلم عليها، ان الناس اللي موجوده في النادي الاهلي او في تشكيله النادي الاهلي كلهم في اسلوب واحد، في النهارده بيبقى فاهم التكتيك، بيبقى فاهم اسلوب اللعب، وكلهم بينزلوا يلعبوا عشان يثبتوا جدارتهم فعلا ان هم جادرين للانضمام للنادي الاهلي. يعني ميدو جابر صفقه وسجل هدف الاولاني، هدف رائع. ايضا هشام محمد النهارده كويس قوي، كل الناس اللي لعبت النهارده حتى باسم علي النهارده عمل الجول الاولاني كويس قوي، صبر رحيل بعد فتره برضه لعب، محمد هاني، كل اللعيبه اللي بتلعب الخمس تغييرات، حتى الناس اللي لعبت ثاني شوط يمكن اسلام محارب برضه طبعا مروان محسن وكريم نتفد، مروان محسن وكريم نتفد، كل الناس بتثبت فعلا ان ليها حق منظومه النادي الاهلي، لان زي ما اتفقنا منظومه النادي الاهلي فعلا كل اللعيبه بتشتغل كويس جدا، مفيش حد النهارده بيخرج بره المقلوب، مفيش حد بيخرج بره النظام. حتى الكابتن علاء كان بيقول على باسم علي بعد فترات كبيره فعلا بينزل وبيأدي وراجل هايل، صبري رحيل هكذا، لان بيبقى فيه التزام دائما، التزام من لعيبه النادي الاهلي. عنده النهارده الشق الهجومي رائع، عنده اجايو، عنده عبد الله السعيد، والنهارده ميدو جابر، قبل كده وليد، وقبل كده مؤمن، وليد اثاره، يعني عنده الشق الهجومي شق فعلا يقلق اي فرقه، وخصوصا نسبه التهديف. فالكابتن حلمي بيقول لك انا بلعب ضد ثلاث فرق، لان هو النهارده الكابتن حسام البدري مريح خمس ست لعيبه. النادي الاهلي زي ما اتفقنا عنده النهارده الشق الدفاعي هايل، عنده الشق الهجومي هايل، هو كتيم كله بيلعب كوره كويسه. النهارده النادي الاهلي استحوذ حتى بعد الهدف الثاني، استحوذ استحواذ ايجابي بقى. اكد على اللي قلناه، بنفس العناصر، الناس كلها بتلعب بنفس الفلسفه ونفس الاتقان ونفس حفظ الادوار، فما تشعرش الا بطعم اللاعب نفسه انه اتغير، يعني من خلال اختلاف طعم كل لاعب عن الثاني. لكن الفلسفه والمنطق والاداء والالتزام واحد، واللياقة. اقف عند اللياقة دي. ايوه. لياقة الملعب موجودة. اللياقة الذهنية حتى. ما هو هي الملعب ذهنية وبدنية. فالحقيقة نجاح، ونشوف كابتن علاء ميهوب برضه بيقول ايه. لما تغير لعيب مكان لعيب هو ده عارف هو بيعمل ايه، بس نفس النظام ونفس الشكل ونفس الأداء. في رأيي أنا عبقرية كمان تأكيدا لكلامك، أنت تلعب ماتش المصري بتشكيل والنهارده اتغير تشكيل، خمسه هنا غير الخمسه هنا، لو انا عشان الماتش هو اللي كان خالد، لو انا المدير الفني يعني كابتن حسام ما عندوش ثقه في الناس دي، صح، مش هيعمل المجازفه، هو قال كده، لكن هو انا والله ما سمعت، لكن هو عنده ثقه في اللعيبه وعنده ثقه ان اللعيب هيلعب النهارده هيأدي، وفي زي ما قلت في ثقه متبادله بين المدير الفني واللعيبه، انا عارف ان انا الوقت الصح العبك امتى، زي مثلا بيقولوا ميدو جابر هو كابتن حسام عارف امتى يلعب ميدو جابر، لا انا ميدو جابر عايز الفتره دي، انا ممكن استغنى عن مؤمن الفتره دي، هو قال لك كده، قال لك انا ميدو جابر عشان كده ما وافقتش على عرضه بالظبط، لانه واثق في امكانياته، لان هو عارف هيبقى ليه وقته وهيبقى ليه مكانه في الفريق، هو ده المدير الفني بيعرف يستخدم لعيبته، ده الصح. هشام محمد رائع، هشام انا اقول لك حاجه، النجوم النهارده هتلاقى اول واحد على صوم خالص طبعا عبد الله السعيد، هشام محمد النهارده بعد طول غياب امتياز لهشام، واكتر حاجه فرحاني النهارده هشام انا ان هو خرج من غير اصابه، الحمد لله كويس. باسم ثقه كابتن حسام فيه ملهاش حل، بقول لك يا كابتن خالد هو يمكن اللعيب الوحيد في فريق النادي الاهلي اي وقت اي فتره غياب هيجي يلعب، تحس ان هو بيلعب كل الماتشات. ميدو جابر النهارده مباراه حلوه قوي، محمد هاني نفسي، بقول لك الخمسه اللي بداوا النهارده عاملين مباراه ممتازه، الى جانب وليد، الى جانب عبد الله السعيد، صح، الناس كلها كويسه، ليه؟ لان النظام ما اتغيرش، الشكل ما اتغيرش، اللعيبه اللي دخلت جديده عارفه بتعمل ايه. النظام ما اتغيرش، الاداء ما اتغيرش، حتى العناصر اللي دخلت قدرت تنسجم بسرعه في اطار هذا الشكل او النسق الفني للفريق.
طيب نشوف الشيخ طه اسماعيل في اون سبورت رايه ايه. برضه احب اقول حاجه لحسام بدري. حسام بدري تعامل في الفتره بتاع الثلاث مباريات ديت بحكمه كبيره جدا. اولا تعامل مع الاجهاد في مباراه الزمالك بالتكتيك، لعب لامم وقافل لانه مش هيقدر يجاري لعيبه الزمالك الفريش اللي كان باين وضعهم وقتها، قفل مساحه لعيبه الاهلي الزمالك. الزمالك كانوا فريش، تحركوا بينقلوا وكل حاجه، قدر اللي فات يعني 3-0 قبل ده كله بان هو لامم ساعدوا على ذلك جول بدري وضيع البينالتي وكلام من هذا القبيل، لكن قدر يعالج ده. ما قدرش يعمل ديت قدام مباراه المقاص. النادي الاهلي يا كابتن فنان بعد عن بقيه الفرق في الدوري الممتاز. نعم، هو طبعا حسام بدري نجاح كبير جدا في قياده الثلاث مباريات اللي فاتوا رغم اجهاد اللعيبه، عمل التبديلات الكويسه بشكل كويس النهارده وعمل تيرن اوفر، قبل كده عمل تاكتيك كويس في ماتش الاهلي والزمالك اللي هو لعب باللم وكذا عشان الاجهاد، ثم بعد ذلك كسب مكاسب كبيره قوي النهارده، اسلام محارب، مروان محسن، صبري الرحيل، محمد هاني، قد ايه اعداد من اللعيبه اللي ادان فرص وخفف العبء على اللعيبه الاساسيين وكسب اللعيبه كلها في فورمه كويسه. احسن طريقه ترد على منتقديك بالعمل. احسن طريقه ترد على الناس اللي بتلومك على حاجات مش واضحه ان لما تتضح يقول والله ده كان عنده حق. هذا ما فعله حسام البدري. 5 ماتشات بيلخصوا الموسم بالنسبه له، ضمنهم بطولتين، بطوله معنويه مع الزمالك وبطوله حقيقيه في السوبر، وكلها في 10-12 يوم يتخللها سفر. لا لا، دي قصة صعبة جدا جدا جدا، ويحصل على العلامة الكاملة. ربنا ما يكونش بس ان احنا بنزن وبنقر على المسيرة القادمة. الاهلي يستمر على هذا الوضع، الراجل ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه. بس كمان فكرة ان احنا عايزين نلاعب اللعيبة في التوقيت اللي يعجبنا احنا كمشاهدين، وعايزين نشوف لعيب بعينه بيناسب ذوقنا ومزاجنا، ملناش دعوه بقى بيعمل ايه في 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 الميكانيزم والجماعيه والاستراتيجيات بتاعت المباراه نفسها. فلما يجي مدرب ما يعملش اللي في دماغنا، ده مش فاهم حاجه، ده راجل مش عارف ماله يا راجل. ده لو اي حد بقينا دلوقتي نقول لو اي حد غير حسام كان كسب 6 و7، يعني اللي عايز ينقد هينقد يقعد يقول هذا الكلام. 3-0 في الزمالك لا مش كفايه. كان بيقولها مختار التش مش عشان يبخس الناس حقها، عشان يحافظ على جديه. انت الاهلي اعمل. لكن كثيرا ما يقول الكابتن حسام انا لو لعبت الماتش كله سريع هخلص على فرقتي وهعورها. هو ده اللي قاله الشيخ طه، انه قدر يتعامل مع مشكله الاجهاد بالتكتيك بهدوء. لا، كسب بهدوء وعنده سفر وعنده ماتش سوبر. قفل وعمل كونتر بقى يا استاذ ابراهيم. انا هقولها وشوف الميعاد اللي نناقشها امتى في الحلقه دي. مش عايز امشي من غير ما اناقش الحته دي. ايوه، تفوز 3-0، 1-0، قبليهم 4-0، اخيرا 3-0 تانيين، الاخر ماتش ده كام؟ 2-0. 2-0 صفر 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 صفر، ها؟ والناس عماله تنتقد الدفاع، والناس عماله تنتقد حراس المرمى، والناس عماله تنتقد خط الوسط، والناس عماله تنتقد المدرب، ها؟ يعني انت عامل، سيبك بقى من السوشيال ميديا، هنقول ان دول ناس عاطفيين في دماغهم لعيب، في دماغهم مدرب، في دماغهم حاجه تانية، في دماغهم فتره من فترات. ما في ناس لسه مش متتمنى للوضع الحالي النادي الاهلي النجاح. اوعى تفتكر ان اللي بيقولوا ايه الالكترونيه اسمها ايه؟ كتائب اللجان الالكترونيه. اللجان الالكترونيه دي لا، لم تضع اقلامها، دي لسه بتحلل لقمتها. واخد بالك؟ فطبعا استعد بقى للشتيمه انا وانت. بتحلل ولا بتحلق؟ لا، بتحلل وتدي سبب لاستمرارها يعني. وفي اسماء انا اقدر احددها لك بيني وبين اما اطلع يعني. الناس دي يعني بتنتقد 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 لدرجه ان وهم بينتقدوا بيفكروني بقى برضه بوضع البلد. طب ما انت في ناس بعينها مش هيعجبها حاجه مهما حصل، بالعكس لا تتمنى ان يكون هناك خيرا.
لكن انت في استوديوهات التحليل يا استاذ ابراهيم ابقى انا كسبان الزمالك 3-0 وانت عمال بتحلل لي اسباب هزيمه الزمالك، وان يا سلام على المتعه اللي كان بيأدي بيها رغم الخساره الشديده، وان ايهاب جلال ايهاب جلال ومدرب المستقبل، قد يكون ايهاب جلال مدرب عظيم. طب ما هو نفس المدرب العظيم انت قلتوا عليه عظيم ليه؟ عشان اول ما مسك انبي من اول يوم غير ادائها وغير نتائجها. طب هو لعيبه انبي اتقل ولا لعيبه الزمالك اللي ضم احسن لعيبه في مصر؟ شهادة كل دول ده كل ناس ده هو انت اصحاب الشأن نفسهم بيقولوا كده، احنا جبنا احسن لعيبه في مصر كويس. طب انت نجحت مع لعيبه ما هماش احسن لعيبه في مصر من اول يوم صحيح، وما كنتش بتمرنهم وتطبعوا على اسلوبك، ايه اللي منع ان ده يحدث في المباراه دي؟ اسلوب الاهلي. لا ما نقعدش تاخدني في سكه تانية. الاهلي كان يلعب مباراه حاسبها ومشاها زي ما هو عايز. كسب باقل مجهود لان عنده ماتش سوبر. قول له انه جاي ماتش من ماتش مرهق قبليه. ايوه. وفي سفر وهيرجع تاني عايز يعتلي، عنده هدف اهم من السوبر كمان انه يعتلي الدوري العام. تيجي في ماتش المصري نفس القصه. تحليل لماذا خسر المصري؟ يا عم ادوا الناس حقها. فتجد ان اللي بينصف الناس المنافس. المدرب المنافس مش استوديوهات التحليل. مشغولة جدا لماذا يعني كيف أدى المهزوم وكيف أدى المهزوم وكيف أدى المهزوم، لحد ما جالهم مدرب المهزوم قال لهم لا يا جماعة الوضع مختلف والقصة صعبة وده ما صعب نلعب كده، ده في حتة تانية. قالها ميدو بالشكل اللي أنا بقولك عليه ده. الأهلي في حتة تانية. صحيح. نفسي تبقى معانا. وحلمي طولان جابها بكل هدوء وسلاسه، ما نتيجه متوقعه وفرقه يا جماعه صعبه لعبها لا فريق ممتع فريق مش عارف ايه، يعني هو بيستمتع وبيتفرج على اداء الاهلي اللي بيلعبه. مش معنى كده انه مقصر، لانه ما كانش مقصر لانه كسب 4 ماتشات قبليها. ده منها المنافس التاريخي للاهلي. يعني مش ماتش سهل. انما هنفضل طول عمرنا نتعامل مع الاهلي وكانه كيف يمكن ان نهزم الاهلي؟ لا اديني حقي وبعدين دور على طيب في اطار هذه الجوله المهمه ايضا يبقى راي حازم امام بالتاكيد مهم. نشوف رايك عايز احيي كابتن حسام، مبروك طبعا الفوز، التجربه رائعه النهارده، من احسن ماتشات الاهلي عملنا في سرعه الهجمه في سرعه اللعيبه النهارده، من اسرع الماتشات الاهلي لعبها بصراحه، مسيطر على الاداء، مفيش فرص على الاهلي تقريبا خالص، معظمها فرص ضعيفه جدا، مسيطر بشكل كبير، تحركات من غير كوره. اللي عاجبني ان الخمسه اللي دخلوا ما تحسش ان هو ناس غريبه او ان هم محتاجين وقت، تحس ان هم ما صدقوا الفرصه وماسكين فيها بشكل كويس. اعتقد كلهم ادوا بشكل رائع، هشام، باسم، كل الناس، لكن عايز عبد الله السعيد تحديدا هو افضل لاعب في النادي الاهلي، حاجه مختلفه عن بقيه اللعيبه اللي في مصر تقريبا. لاعب في الدوري المصري لعيب النهارده بيلعب بمزاج وعالي جدا وباص عالي جدا، فتحقيق ان كابتن حسام عنده جرأه بعد ماتشين زي دول يلعب بخمسه مختلفين ويلعب بنفس الشكل المحترم ده. كابتن حازم برضو دي نقطه مهمه، الإشادة بالنواحي البدنية سواء في السرعة أو في التحركات، لأنه الناس دي كانت بتتكلم على الإجهاد وعلى المشكلة، لكن هذه العناصر لما خدت بدوافع مكنتها أنها تعمل هذا الأداء الجميل. لكن حازم توقف عند عبد الله السعيد، أحسن لاعب مش في الأهلي بس، أحسن لاعب في مصر حاليا. ما هو عبد الله السعيد خلاص بيأدي دور الناس مش هتقدر تنكر دوره، حتى لو هو مش كل مرة بيعمله بنفس يعني مرة يديك 6 من 10، 7 من 10، 8 من 10، 9، 10 من 10، لكن مؤثر، لأنه هو مش كويس يديك التمرير أو الاثنين اللي تخليك تخلص الماتش، أو هو بنفسه بيخلص الماتش. طيب ماشي، ده كلام على عيني وراسي، هيجدد ولا لأ؟ بص، اللي ماسك ملف التجديد مع لعيبة النادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ. ولما جدد الوليد خلاص. لما اتحدث مع الكابتن سيد ولا اجده منزعجا او قلقان انا بطمن. بتعرف ان انا بطمن، مساله وقت ومساله تفاصيل.
لكن مؤكد انه من القوى المهمه المتمسك بيها باذن الله طبعا. لا يعني احنا لوحدينا بقى اللي هنقول راي تاني. مصر كلها عماله تقول لك كده. بيعجبك راي الراجل اللي جاي ده؟ مين بقى؟ محمد فضل. بيعجبني رصانه محمد فضل سواء في الملعب او في شخصيته العامه او في تقبله للازمات. ده يوم ما الاهلي استغنى عنه يا جماعه كان ليله فرح وانا ما بقتش عارف اقول له. مش عارف اقول له. مش عايز انكد عليه. خدها ببساطه وما قلتلوش غير لما جبت له الاتحاد السكندري قبل ما اقول له. معلش انت هتخرج من هنا تروح هنا فورا. انت مش هتقعد ولا يوم تدور على النادي. انا كنت مهموم بدي. فراجل ايه الشخصيه دي؟ ده جميل. رائع محمد فضل. نشوف. عجبني تصريحات كابتن طبعا حسام جدا جدا جدا. عجبني تصريحات كابتن حلمي. النادي الاهلي دلوقتي نادي بيعرف يلعب بكل الطرق. اي منافس يلعب باي طريقه بيعرف ازاي يخترقها. الهدف ما احنا جبناه زي ما كابتن حازم قال. عبد الله سعيد مهم يبقى عندك لعيب الورك ريت بتاعه ثابت ولعيب مهم ولعيب تقيل وعلى طول عنده حلول. النهارده كميه الجون ده اصلا يدل خبره عبد الله سعيد. بص عبد الله سعيد اي واحد ممكن يفكر ان هو يشوط ان انا افكر ان احط الاسيست بين رجل المدافع. خلي بالك يا سيف ممكن حد يشوفها يقول ان هي جت بالحظ. لا مش بالحظ. انا بحط الاسيست وانا متوقع ان المدافع هيفتح رجله عشان شوطه. فكابتن حسام النادي الاهلي وصل لمرحله اخذ بيها مكاسب كتيره جدا النهارده. يضيف لك حته جديده بقى. انه بيلعب كل فرقه بالاسلوب اللي تحتاجه. مش نفس الطريقه العبك زون ديفنس باقل مجهود واعمل هجمه مرتده فيتحقق هدف بدري اكمل على كده عشان ما اجيش لعيبتي. ده الزمالك اسيطر على المباراه وامنع خطوره المصري. ها وبعدين اضغط. وانا شفت ودرست الطلائع وعارف خطورتهم فين فاضغط عليه بحيث انه ما يتمكنش انه يصنع فرصه واحده. ما فيش فرصه لصناعه هدف. يعني الناس بقت تمسك الكوره من الخنقه بتاعه الاهلي. الاهلي يفقد الكوره. فكروني فعلا تيكا تاكا بقى الماتش ده كان برشلونه. طيب نشوف الكابتن زكريا ناصر. النهارده هو سعيد لان في مكاسب كتير بعيد عن الثلاث نقاط. انا شايف ان في مكاسب كتير ومؤكد وانتم عارفين ان لما اللاعب يبقى بعيد عن اللعب وينزله ويأدي كويس ده برضه شيء المدرب بيطمن ان قوام الفريق في اي وقت تقدر تحتاج لاي لاعب يقدر ينزل ويأدي. فالنهارده في اكتر من لاعب هو شايفهم بمستوى كويس. باسم علي صبري رحيل الناحيه الثانيه هشام محمد حتى انا في رايي ان احسن يعني احسن مكسب النهارده هو مروان شفناه في الملعب ونزل الحقيقه عمل 3-4 كور منهم الهيد اللي كان ممكن يبقى جول وده بالنسبه له كان هيبقى في منتهى السعاده حسام ومروان وكل الفرقه لان مروان نزل الحقيقه حاول يلعب باس وبعدين اول كوره جات له المفروض انه يعمل التو يعني يعمل 1-2 اول كوره جات له بس هو جعان على الجول فبدل ما يعمل تو عمل ترن وعايز يشوط هي دي عاوز يدي نفسه عايز يدخل نفسه يا كابتن حسن عاوز يدي نفسه ثقه فعمل ترن وحب يشوط واللي قطعها في واحده عمل تاكلينج وقطعها واحده عمل تاكلينج من ناحيه في نص الملعب عشان يقطعها برده ده احساس انه عايز يأدي واخيرا الكوره اللي بالهيد فبرده مروان وجوده في الملعب مكسب كبير جدا من مكاسب حسام البدري. انا متاكد ان هو بيفكر في كل المكاسب انما في رايي المكسب الحقيقي والكبير قوي النهارده هو الشناوي. الشناوي في الكوره اللي صدها في الدقيقه 29 بياكد انه يعني بينافس اكرامي واحمد عادل لما وهو موجود وبالتالي عايز يثبت وعايز يبقى اساسي وعايز يروح يعني جواه طموح كبير قوي وشفناه في الماتشات اللي فاتت بيأدي اداء جيد. النهارده في التسديده بتاعت حسام صلاح تسديده بتاكد ان هو نسبه تركيزه عاليه. الكره العرضيه طلع خدها باداء جيد جدا فانا بعتبر الكره دي انا بعتبر دي كره الماتش الحقيقه للشناوي لانه فعلا التكنيك بتاعه مظبوط التايمنج بتاع
ايديه في الكوره، جسمه حتى باين وهو بيعمل الدايف، جسمه فيه مرونه. فالحقيقه الشناوي بياكد انه قادر ان هو يشيل النادي الاهلي في المباريات الصعبه او في الكرات الصعبه اللي بتجيب. وده مكسب تاني اضافي للي حصل. مروان محسن ودفع الكابتن حسام البدري بيه في توقيت مهم، وايضا استمرار تالق محمد الشناوي ما ينبئ عن ظهور حارس مرمى تقيل ان شاء الله. نشوف راي المعلم حسن شحاته. حتى اللي ماشي يجتهد واللي قاعد يجتهد، وبالتالي كل واحد بياخد فرصته. يعني انا النهارده لما شفت التشكيل قلت الكابتن حسام، حتى بينا وبين بعض ما قلتلهاش على الهوا، بينا وبين بعض قلت الكابتن حسام شكله كده مستسهل المباراه. صح؟ بس احنا مش هنقولها على الهوا. هو طلع ان هو مش مستسهل المباراه، لا طلع ان هو اللعيبه اللي عنده هو واثق فيها. كره النادي الاهلي اللي بيلعبها ها تمشي على 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 اغلب الفرق او على كل الفرق بشكلها، لان بيلعبوا زي ما انت شايف كره سهله. انا قلت عليها ده تمرينه جميله قوي، وهم بيتمرنوا على بدايه الهجمات ازاي يبداوا هجمه. عارف ازاي؟ من سهوله المباراه، يعني من سهوله المباراه ومن سهوله الاداء ومن سهوله فريق طلائع الجيش. طلائع الجيش النهارده هي فرقه من الفرق كويسه جدا، ومع الكابتن حلمي فرقه من الفرق كويسه. لكن انا ما اعرفش بالامانه، ما اعرفش يعني اللي حاصل ايه، لكن دايما اي فرقه بتلعب بشكل دفاعي ها ممكن ما تمشيش مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كرته سهله وبيلعب كره سهله وبيوصل للجول الاهلي، لان سهله وفي اهداف كتيره ضايعه وفي فرص كتيره ضايعه وحاجات كتير. فعشان كده كابتن حسام انا بقول لكل مجتهد النصر، اكيد الكابتن حسام بيشتغل، اكيد الكابتن حسام بيفكر. يعني الكابتن حسام مش قاعد كده وعنده لعيبه بيلاعبها وبتنزل تكسب وبياخدوا بطولات وبتاع، لا اكيد بيشتغل، اكيد النادي الاهلي بيدعمه، اكيد بيشتغلوا في جو يتناسب مع البطولات اللي بياخدوها. فعشان كده بقول لك كابتن حلمي طولان قال لك ان النادي الاهلي احسن فرقه بتلعب كوره بالسهوله اللي هم بيلعبوها، يعني بالسهوله اللي لعيبه النادي الاهلي اتعودوا عليها كمان. عشان كده بقول لك يعني اللعيبه نفسها خلاص اتطبعت بشكل الكره السهله ان هم يلعبوها. طيب الراي المهم هنا يعني شيخ طه، كابتن زكريا، حتى خالد بيبو لو جبناه كنا هنسمع نفس الكلام من الاشادات، واحمد حسن. لكن راي كابتن حسن شحاته، راي الكابتن حازم امام، راي احمد حسام ميدو، اراء بالنسبه للاهلي يعتد بيها، زي راي الكابتن حلمي طولان. في التاكيد على راي الكابتن حلمي طولان، اتكلم لدي ام سي واتكلم لاون سبورت عن الاهلي ومين اللي يقدر يقف ضده. نشوف مرة تانية كابتن حلمي طولان بس المرة دي لأون سبورت. كابتن حلمي بقول لك هارد لك الأداء، لكن عايز أعرف تقييمك للأداء النهاردة، وليه يعني بدأت المباراة كان واضح إن أنت عارف مكانة النادي الأهلي وقيمة مكانة، الوضع اتغير الشوط الثاني، احكي لنا التباين ما بين الأداء في الشوط الأول والشوط الثاني. أنا طبعًا كل الاحترام لفريق النادي الاهلي، احسن فريق في مصر واحسن لعيبه في مصر، وفريق بيملك ثلاث فرق، فريق بيملك ثلاث فرق. يعني شوف الناس اللي بره، وشوف الناس اللي بره ال 18، شوف الناس اللي بتلعب، لا فريق محترم، فريق يعني انا معجب بادائه جدا، اداء جماعي راقي جدا، يعني اقرب الفرق للفرق الاوروبيه النادي الاهلي. فوضع طبيعي جدا، انا برضو يعني ظروف عندي يعني برضو مش سهله، امكانياتي لا تقارن بالنادي الاهلي، وبالتالي يعني مش يعني كنا بنحاول، واللعيبه بتاعتي بذلت جهد كبير جدا، وكنا بنحاول عشان نطلع بنتيجه ايجابيه بالتعادل على الاقل نقطه، لكن امكانيات كبيره جدا فريق النادي الاهلي. والله كل ما اتكلم الراجل ده بتسمع منه حاجة جديدة في تقديره للنادي الأهلي الأقرب إلى المستويات الأوروبية. وعن أنا لما بقول لك إن الماتش ده خلاني أشوف الأهلي تيكا تاكا وفعلا فكرني بالأداء، تشعر إن مش نتيجة سوء حالة الطلائع،
لكن لجودة الحالة اللي كان عليها الأهلي بدنيا وفنيا وتكتيكيا ونظاميا حالة ما تجيش صدفة. سر التيكا تاكا وسرعة نقل الكرة والتحرك. طبعا عبد الله السعيد، هشام محمد. ما هو لازم يكون في لعيب عنده قدرة في الحتة دي بالذات. طيب في لعيبة دي بتعرف تمسك كرة. ايوه. وهشام محمد بقى، انت لو كان في فيديوهات تانية بس انا مش فاكر شفتها فين، وهو بيرصد الطريقه اللي بيدافع بيها بشكل غريزي وفطري، ما حدش واخد باله. صحيح. ازاي بيغطي هشام محمد؟ صحيح. بيغطي بمخه. طيب وبرغم كده شفنا مستوى التحكيم في المباراه. مش هنتكلم على كوره مروان محسن وهل تجاوزت خط المرمى او ما تجاوزتهوش، بس كمان في حد ممكن ما يحسبش ضربه الجزاء دي. نسمع راي الكابتن احمد الشناوي في اون سبورت. نيجي بعد كده على اللعبه دي هنا. طبعا الحكم الاضافي، يعني طبعا الحكم الرؤيه ممكن ما يشوفهاش ابدا، بعيده عليه وما يقدرش يشوفها. الحكم الاضافي كان لابد ان يعني يشير له، عنده رؤيه وعنده كل حاجه. بص اللعيب هنا، اللعبه كابتن طه نزل خد الكره بايده، منع الكره انها ايه تتلعب من ازاره ويستحوذها. طبعا دي تعتبر يعني اهم الحالات. طبعا في الحاله بتاعت عبور الكره هنا ركله الجزاء لم تحتسب، كانت المفروض يحتسب ركله الجزاء. الكابتن احمد الشناوي بيقول لك طب والراجل الحكم الاضافي ده اللي فوق الكوره، ده فوق الكوره، ده قاعد على قرافيصه. بيبص من تحت قوي. مركز يعني ايه، اوعى حد يفتح بقه. وعشان كده الحكم اتمخول طبعا، يعني هو لو كانش عمل كده وباين انه شايفها قوي يمكن التاني كان حسبها. لكن الكوره كمان الناس كلها عماله تنط عليها. انا بقول لك ان الكوره دي دخلت لان هي ضربت في الارض وطلعت، هو مد ايده من جوه جون حطها على الخط. طب هو الحارس اللي مرمي لورا ده جابها منين يعني؟ انا مش عارف هذا الحكم الاضافي بقى، يعني لانه ده عبء اضافي على الانديه في تكلفه الحكام. على فكره لما كان في كلام يعني الاسبوع الماضي ان نسبه نجاح الحكم الخامس بتتضاءل من ماتش لاخر. لازم الكابتن عصام عبد الفتاح يفعل دور الحكم. بس يجيبوا سماعات الاول يسمعوا بعض. طب ما نشوف راي الكابتن جمال الغندور. هروح لقرار مهم جدا في المباراه، وهنشوف هنا حاله هنا هنشوف تمركز ولا اروع من الحكم الاضافي، اهتمام باللعبه ولا اجمل. هل هناك اختلاف في التقدير؟ هل هناك رؤيه ام عدم رؤيه للحاله؟ خلينا نقرر الاول. نشوف هنا اللاعب مش ممكن يكون باصص في ناحيه ويحط ايده على الكوره بهذا الشكل ونقول ان هو مش شايفها او ان هو مش متعمد. لا طبعا، مدت الايد على الكره دي هناك تعمد، وهناك لمس للكره باليد، هناك لمس للكره باليد، هناك يد ذهبت الى الكره اهي. ده الكف على فكره يا جماعه، يعني ده ادق مكان الواحد يقدر يلمس بيه او ما يلمس بيه. لا طبعا هناك تعمد، وهناك مليون في المية هناك رسالة من الحكم الإضافي هنا للحكم. لابد أن يكون هناك قرار عند الحكم الإضافي. رجعونا كده نشوف حكم المباراة تمركزه فين. نشوف يلا كمان هناك الحكم هيتجه ناحية الشمال الحقيقة عشان يعمل شغله هناك، وتصبح هنا مسؤولية الحكم الإضافي في هذه النقطة. ركلة جزاء أو الحكم راح الناحية اللي فيها فعلا مهم انه يروح هنا، لانه هنا ممكن لو حصلت حاجة صعب جدا على حكم المباراة هنا الحقيقة. او بمعنى اصح غير انه صعب، هو هذا المكان المفروض انه هنا اصبحت مهمة الحكم الاضافي ابلاغ الحكم بالقرار، سواء كان في ركلة جزاء او ما فيش ركلة جزاء. قرار هو ركلة جزاء لم تحسب لصالح النادي الاهلي. محدش قادر يقول تفسير
هو الراجل الحكم الخامس ده ما حسبهاش ليه؟ حاجه من اتنين، اه يا اتجنن يا اتجنن، لا يعني ما فيش اراده انه يحسبها، بس هو يعني احرج نفسه بالتركيز قوي ده اللي عمله. آه. يا ريتك هرشت لا يعني كان عملت ان في ناموسه، طالما ان ما عندكش نيه تحسب. آه. طب ما تعمل ان كان في حاجه يعني هتخش في عينك، شربنا شويه قوانطه واحنا بنتفرج عليك كده عشان نصدقك. هو كل ماتش للطلاع لازم في حد يعمل حاجات غريبه كده. هو يعني يعني اربع ضربات جزاء في الماتش الاولاني، ودي كوره يعني لعبها بكف بكلوه الايد زي ما بيسموا. اه كلوه الايد يعني ايه؟ مش لمس كوره. اه ده دفع الكوره، لانه حاج كده حجزها، لان مؤكد ان ترقيصه ازارو لو لمس كان لماه، لكن هو احتضن الكوره ولعبها وتحت. ايوه عايز اقول له برافو، انا كان نفسي الحكم يسقف له يقول له كده يعني يقول له عليا الطلاق، انت منتظر الحكم عليا الطلاق بنالتي، انت عايز الحكم ده اللي ما حسبش ضربه الجزاء دي يحسب لك الكوره بتاعت مروان جوه ولا بره؟ ايه يا استاذ ابراهيم الطيبه بتاعتك دي؟ طب كل ده كوم، بس اللقطه الجايه هي اللقطه لقطه المباراه نشوفها. بص الكوره لما تسعد الناس، وبص هذه الفئه من ذوي الاحتياجات الخاصه ولعلهم ذوي القدرات العاطفيه الخاصه الحقيقه، لما يتفاعلوا مع الكوره ومع الاهلي بكل هذا الحب وبكل هذا الحماس. انتوا جبتوا لنا ايه دي من بدايتها؟ اهو شوف اسلام وهو بيتفاعل قوي مع الشوارب بيطفي الشاشه بتاعتي، ما اعرفش عشان ما اشوفش اللقطه. ايه اه بص وهو عشان الجون. اه لما جه كمان انت لما تشوف ساعه الجون ما جه. اه بص اللي عايشها بكل مشاعره وانفعالاته. بص الكوره بتعمل ايه في كل الناس، شوف قدر السعاده. ماتش الحد صعب مع المقصه؟ طبعا كل ماتش جاي يبقى صعب. طيب عايزين نقول للناس المباراه يوم الحد في الاسبوع ال 19. الاهلي والمقصه لعبوا 11 مباراه قبل كده من وقت ما المقصه صعد للدوري. الاهلي فاز 6 مرات، اتعادلوا 3 مرات، والمقصه فاز مرتين. الاهلي سجل في المقصه 20 جون، والمقصه سجل في الاهلي 11 هدف. النهارده كان بداية الأسبوع أو الأسبوع الرابع، الأسبوع ال 19 بدأ امبارح. الأسيوطي فاز على الرجاء 3-1، والاتحاد فاز على النصر 3-0، والمقاولين فاز على الإسماعيلي 2-0. واضح إنه نتائج الأسبوع فيها أهداف كتيرة. النهارده الزمالك فاز على الداخلية 2-1. بكرة الجمعة إن شاء الله طنطا وسموحة. يوم السبت المصري وبتروجيت في الإسكندرية، إنبي ووادي دجلة والإنتاج الحربي وطلائع الجيش. وتختتم مباريات الأسبوع يوم الحد الأهلي ومصر المقاصة، بطل ووصيف الموسم الماضي. يعني لا يسعنا إلا أن نقول الأهلي عظيم وأصبح تاجر السعادة. وشفنا إسلام على الكرسي يكاد أن يطير ويمتلك من الطاقة الروحية ما يعوض الطاقة العضلية اللي عنده. بيعمل ايه؟ وفي نفس الوقت كيف وانت تشعر بالفخر المنافس بتاعك يعترف لك بالتفوق والجدارة. الاهلي يا جماعة عظمته تنبع من حاجات كتير جدا اخرها المكسب. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي صانع البهجة والسعادة بطلا شامخا. وعلى خير، نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.